مشاهدي قناة الجزائرية، مرحبا بكم. اليوم في مازال الحال قاعدين معكم حتى 12 تعليل برنامج لي ورفتو اللي يجيكم كل يوم خميس. جيسبر راكو بيان انستالي وين ما راكم. مازال الحال باش ترقدوا وراح الحال باش تخرجوا برا، دونك سي سامبل، قعدوا جوست قدام لي زيكرون تاعكم باسكو راح يكونوا ساعتين متميزين. اي بيان سور كيفاش ما يكونوش متميزين كي يكون عندك صحفي كيما عبد اللطيف بالقايم. تحية عبد اللطيف بالقايم، واش كاين؟ واش كاين؟ السلام عليكم اعزائي المشاهدين، مساء الخير، ان شاء الله يكون ان بون نيميرو. بصح بركه ما ديرنا في هذه تاع معليش ما نشكركش. كاين اللي يوافق بالقايم، كاين اللي ما يوافقش بالقايم. انا هنا باش نقول ما نشكركش انت، مي نشكر تين هنا اليوم جبدت شعرها اكسبسيونالمون. تحيه تين هنا كرشوش، مي فريمون شعري مكشر دو ديرنيير نوفيل اي دوكو جبدته اليوم بوغ دوك عباك الناس واش راح يأولوا هذه الحكايه هذه عليهم يأولوا كما يحبوا. ميرسي بوكو فريمون فريمون فريمون، راكي هايله اليوم. شكرا. دير الهده وما تهدرش عليا فيزيك، ما هدر عليا اوت شوز. لا لا انتيليكتوال ما عندي ما نقول. ما عندي ما نقول. ما عندي ما نقول. كلمه قبيحه بزاف وكلمه واعره بزاف. و جو سوي با سيغ دو بورتي سو بوا. نو اون فا ديكوفرير اوسي تي كاباسيتي انتيليكتوال اليوم في مازال الحال باسكو كل يوم تشرفينا بالحوارات تاعك وبالاسئله تاعك. وقدامك كاين ان جورناليست اللي من داك من داك يطلع لنا في مازال الحال. انا نفرح كي يكون هنايا باسكو نحبو باسكو نحترمو، دونك نسحب تحيه كبيره لحسن وليد. حسن صافا؟ كون جو سوي انفيتي جو فيا. ان توكا حسن وليد 2018 كان عام مميز بالنسبه لك. في 2 نوفمبر كان يوم زواجك. نهنوك على هاد الفرح هذا سي سا؟ عرضت بالقايم ما جاش. اه لا لا والله غير رحت ابري، والله غير مسكين دارنا عرس واحد اخر على الناس اللي ما جاوش. على بالي اباك انا جو مسيو راترابي، قلت النهار الاول ما كنتش لهنا الله غالب. مبروك. مي سيتي امبيكابل. شوف شوف ديجا بديت تصبر عبد اللطيف، اصبر عبد اللطيف. ان توكا ان توكا رايحين نحكوا شويه على واحد لانيكدوت اللي صارت في العرس هكا شويه. حسن والي اقعدوا معنا باش نشوفوا لي زانفيتي تاعنا تاع اليوم، حتى انتم اقعدوا معنا. لافيش هاي بالمقلوب فوالا راهي هكذا. باسكو لو بروميير انفيتي تاعنا خليني نقول بلي هو السياسي اللي صنع الجدل في السنوات الاخيره، بالضبط منذ سنه 2013. جزائري عاش وقرا في فرنسا، راهو اليوم في الجزائر باش يمارس السياسه بصح على طريقته، دائما بالتليفون ديالو. كاين اللي يحبو كاين اللي ما يحبوش، كاين اللي يقول عليه شجاع وكاين اللي يقول عليه شعبوي. بصح الشيء المؤكد هو انه ما يطلقش، ما عندوش مارشاريير. ولاول اول مره في مازال الحال السيد رشيد نكاس. تحيه كبيره لرشيد نكاس. سيد نكاس مرحبا بك، يعطيك الصحه. مرحبا بك تفضل. ضيفنا الثاني كان معنا في مازال الحال العام اللي فات، هو صحفي مولوع بالسينما والتلفزيون، عنده أصدقاء كما عنده أعداء بسبب الكتابات ديالو في الصحافة المكتوبة. شخصية مثيرة للجدل إعلاميا وثقافيا، اليوم راه مدير متحف السينما الجزائرية، المنصب هذا اللي كان يستناه ربما منذ سنوات. قرينا تصريحاته وحسينا من كلامه باللي راه يحب يخدم ويدير حاجة. عرفتوا شكون؟ تحية كبيرة لسليم أغار. بصح سليم أغار عبد اللطيف راك تحوس عليه، راك تحوس عليه. سليم أغار راح يدير ان بتي روطار، راهو جاي دونك راهو في الطريق. وقت ما جاء راح يدخل معنا. سليم أغار سليم أغار سليم أغار اكتيفي خويا باسكو انا نتسناو فيك والناس يتسناو فيك ثاني. معليش نروحوا للضيف الثالث. الضيف الثالث مشاهدينا الكرام، تعرفوا بانه اصعب انواع الفن هي الكوميديا، ماشي سهله باش تضحك خاصه في المجتمع الثاني وخاصه في بيئه اللي فيها بزاف محظورات. بصح مزيه في بلادنا كاين ناس اللي تحب تبدع ومصاغر جايه وراهي تفرض نفسها. واذا كانت الكوميديا صعيبه على الرجال، تخيلوا ما لا كيفاش على النساء. اليوم معنا اون جون في اللي غيرت واللي خيرت اصعب طريق للفن وجاتنا من ورقله. تحيه كبيره لريما دخيل. ريما دخيل مرحبا بك. حقرتوني يا جماعه. خلعناك. حقرتوني. الكرسي خلع منك.
عطوني نتربع في الارض انا والو خش عليا الكرسي لا لا تقعد في الكرسي مرحبا بك نو خاطيني الكرسي اونكور اون فوا راكي في مازال الحال سيد رشيد نكاز مرحبا بك في مازال الحال الله يسلمكم ازول في اللون السلام عليكم وشكرا على الدعوه يعطيك الصحه وجوست قدامك سليم اغار دوك لي نحيوه مرحبا بك سليم اغار طولت مي بو راح تكون معنا اليوم راهو جاي في طريق سليم اغار الى بالي شاز فيد الى شاز فيد مي بون معليش ان توكا راح يلحق يلحق اتو مومون راح ندخلوه ليميسيون تاع مازال الحال حبينا برك نقول لكم هذا الاسبوع في مازال الحال كان المفروض انه يكون معنا الضيف الاول السيد فتحي غراس الناطق الرسمي للحركه الديمقراطيه الاجتماعيه لام دي اس لكن للاسف حنا حزنانين كثير لانه المنسق الوطني السيد حميد فرحي توفته المنيه هذا الاسبوع فنقدموا تعازينا الخالصه لعائلته للعائله السياسيه تاعو ونعزوا الجزائر في هذا المناضل الكبير لليوم كان المفروض انه نوجهوا نداء ونتكلموا حول الوضعيه الصحيه اللي كان عايشها في المستشفيات اللي كان فيهم في مستشفى بني مسوس اليوم صراحه بدينا الحصه وانا راني فعلا يتملكني حزن كبير على سيد حميد فرحي دونك تقدروا تقولوا كلمه حول الراحل حميد فرحي انت اللي عرفته بزاف حسن وانا عرفته كون جيتي اتيديون كي كنت في الجامعه في جامعه الجزائر في 97 98 99 اللي تي بروش دو نو كان قريب للطلبه خاص كنا في الجامعه كنا نشطوا نقابيا وسياسيا تعرفت ملي تعرفت زدت عرفته بلوس كي كنت في دخلت في الصحافه جدري دومو حميد ايت ان هوم دون غروند دينيتي ايت ان ميليتون بوليتيك او كونفيكسيون انبرونلابل انسانيا الي تري اتاشون جو ديري حاجه اخرى الظروف اللي راح فيها حميد تخليني نقول جيونت بور مون بي كان نوم ان اتر هومان تراما في لي كولوار في لوبيتال ا الجي سا مونتر لا تراجيدي ناسيونال جي اونت بور مون بي اوجوردي فوالا تنينا كرشوش تقدري تقولي كلمه حول سيد حميد فرحي انا ما عرفتوش بيرسونيلمون جوري ايمي نكون نعرفو بيرسونيلمون جو لي كروازي كو كيلكو فوا دونك جو لي كروازي في لو سوماران اللي راهو معروف دوكا في لو سوماران دونك سي ان اندرو اللي يكونوا فيه دي مانيفيستاسيون كولتوريل دونك بار كونتر جي يو ليكو تاع الاعمال تاعو اي بوي النضال الكبير اللي خاضو لسنوات سنوات ابخي كان عنده نضال واحد اخر اللي هو اوفا نضال مي صراع مع المرض ربي يرحمو اونوري ايمي لو voir dans de meilleures conditions ou l'aéroport dans de meilleures conditions. Inch'Allah, Inch'Allah. عبد اللطيف بالقايم. الله يرحمه حميد فرحي انا عرفته في بدايه كنت دخلت للصحافه في بدايه الالفينات كنا نروحوا نغطوا الندوات الصحفيه كان ميليتون تاع الحركه الديمقراطيه الاجتماعيه لم دياس لكن عرفته اكثر بزاف في عين بنيان انا في واحد السنوات سكنت بزاف في عين بنيان دونك عرفته اكثر فاكثر في هذه المنطقه فريمون سي واحد ما يقدر يقول عليه الا مناضل كبير وحقيقي رغم انه الحزب ما كانش كبير ما كانش متواجد في مؤسسات الدوله كالبرلمان الكل يشهد له بنضاله ولكن الكل يشهد له انه عاش من اجل الفكره نعم وتفانيه من اجل دفاع المبادئ تاعو على كل حال السيد فتحي غراس اعتذر على الحضور الحصه وشي مفهوم فاحنا نعاودوا نقدموا لكل عائله الام دي اس تعازينا الخالصه لعائله السيد فرحي ولكل رفاقه دونك مره اخرى ان لله وان اليه راجعون حنا مازال الحال رايحين نبداوها باهم الاحداث تاع الاسبوع اقعدوا معنا ما تروحوش بعيد في مازال الحال اليوم رايحين نحكوا على اهم الاحداث تاع الاسبوع ومعنا الصحفيين تاعنا اللي رايحين يعطوا رايهم في الاحداث تاع الاسبوع اول حدث هو وفاة أرملة خليني نقول الشهيد الجزائري موريس أودان حتى وإن كانت اليوم فرنسا هي حابة تعاود ترفد وتدي الإرث تاع موريس أودان دونك السيدة جوزيت أودان ماتت عن عمر يناهز 87 عام في فرنسا وتوفات بعد ما نجحت في انتزاع اعتراف فرنسا باغتيالها لموريس أودان عبد اللطيف بالقايم زعفان وعلاش؟ زعفان مجرد انه موريس اودا ما خضاش حقه يعني
شخصية كبيرة ساندت الثورة، ساندت القضية الجزائرية. نعم. بعد أقل من عام حسن من الاعتراف تاع فرنسا بأنه موريس أودان تم اغتياله، زوجته ترحل، الرجل هذا ينبغي أن تكون له مكانة. نعم. قوية جدا وتمثال كبير في الجزائر، مثله مثل المجاهدين، مثله مثل 22 اللي صنعوا الثورة. نعم. مثله مثل الستة، مثل التسعة. نعم. اللي. نعم. صنعوا الثورة. تنهينان. Ce que je trouve triste, c'est que Lyon, il y a beaucoup de personnages algériens. Les d'autres pays se sont appropriés les personnages. Exactement. C'est tout le monde qui essaye de se réapproprier le personnage. Mes condoléances à la famille de Audin, la famille Audin. Et puis, c'est une femme qui a quand même d'être le combat jusqu'au bout. Oui. Jusqu'au bout. Donc, je pense qu'elle va se reposer en paix. Hassan Wali. Je suis à la fois content qu'on parle de Josette Audin, de Maurice Audin, de la Révolution. Josette est une Algérienne, mm-hmm. pas une Française. Elle est née en Algérie, c'est une Algérienne. C'est pas ma tzamnech ma thawra al-jazairiya. Hiya dakhl thawra al-jazairiya. C'est Maurice Audin est un acteur de la Révolution algérienne. Fa'il kbir f thawra al-jazairiya. كاين لأن الثورة الجزائرية ماهيش لا عرقية لا دينية لا ثورة تحرر اللي انخرطوا فيها الناس كبار في كل ديانات وكل الأعراق، كل ديانات، كل لغات. نعم. كل الألوان. نعم. سي سا لا بارتيكولاريتي تاع الثورة الجزائرية. أودا الفارو جواندر سون كومبانيون يسورون موا جو ديري يسونت او بارادي دي براف او بارادي دي ريفوليسيونير. Je suis triste parce que on n'enseigne pas aux Algériens. في المدارس الجزائرية ما نعلموش شكون هو موريس أودان. ما نعلموش التضحيات نتاعو. تسقسي أي دير ميكرو تروتوار تقول شكون أودان يقول لك بلاص أودان. وي. كل 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 أبسورديتي. أوجوردوي. وي. جو رجوان تين هنان. أون سوري أبروبري لي جون كي موتو. إكزاكتومون. سي إمبورتون. سي دي ليبوكريزي. حسن. سي نفاق كبير. حسن. أودان. فرانس فانون حتى محمد داركون اليوم المغرب الناس هذو خدات يعني الاستعمار. نعم. من اجل الحريه. الحريه سيتو فكره تري بيان. شو خليني نسمع الراي تاع رشيد نكاز. لازم تدرس في المدارس، لازم لي زونفون الجزائريين يعرفوا شكون هو. حسن اذا سمحت لي نسمع الراي تاع رشيد نكاز. اليوم رشيد نكاز ما تشوفش بانه فرنسا تتعامل بازدواجيه مع الثوره التحريريه، سيتادير كي نحكوا على موريس أودان مع الاول عطات له العباءة تاع انه فرنسي واحترفت بالجريمة، مع انه كاين مجاهدين كاين شهداء كبار العربي بن مهيدي وكل شعب جزيري على كل حال اللي عانى من الاستعمار، لكن اليوم ما كاش موقف تاع فرنسا وتتعامل مع موريس أودان على اساس انه فرنسي. على بالكم بلي في فرنسا، انايا تربيت في فرنسا، العقلية تاعهم هما ما يستعرفوش بالشعب الجزائري. القيمة تاع الجزائري في فرنسا ناقصة بزاف. هما يستعرفوا بولادهم بصح ما يستعرفوش بالبولاد الجزائر كما العربي بن مهيدي ولا حاسبة بن بوعلي ربي يرحمه. هذا هو المشكل الكبير اليوم مع فرنسا، هي ما تبغيش تستعرف بالثورة الجزائرية. هما ما يقولوش بلي كان حرب مع الجزائر، يقولوا بلي هذا مشاكل يعني في الجزائر، بصح ما قالوش بلي كان حرب وما استعرفوش بلي هما قتلوا 1.5 مليون شهيد. هذو ما ماتوش شهداء. شهداء. نعم. حبيت تبارك نعقب على رشيد. بيان سور بيان سور. مش لاقي اللي يحترف بيك. تكون عنده، تكون القيمه تكون عنده تاع الناس هذو اللي ضحاوا. لازم احنا الاولين نعترفوا بهم، نحطوهم الفوق، نقريو لي زونفان الجيريان شكون هادو هما، علاش ساهموا في تحرير الجزائر، واش هما الافكار اللي حاملينها، واش القيم اللي حاملينها. النهار يكون الناس هادو كيفاش حبيت تعرفوا بفرانس فانو؟ احنا ما نقريوش فرانس فانو، ما نعرفوش فرانس فانو، واش حبيت فرنسا تستعرف به؟ انا مستشفى في بليده. أنا معاك. معليش نخلو الموضوع بجانب، نروح لموضوع واحد اخر اللي عمل بوز كبير في هاد السمانه، ويتعلق الامر بتصريح وزيره التربيه نوريه بن غبريط حول منع الصلاه في المدارس الجزائريه، وقالت بانه الحكايه انه كانت فيه مديره مدرسه الجزائر الدوليه وين قامت بمعاقبه تلميذه اقامت الصلاه داخل المدرسه، وقالت بن غبريط بانه المديره لم تقم الا بواجبها. حسن والي واش رايك في هاد لابوليميك؟ انا جو سوي كونتون بور سيت فام كوراجوز. المراه هذه مو جو سوي جو ني با دو كومبلكس ا دير كو سيت فام نوريا بن غبريط ايت اون براف مينيستر.
اون لوي طومب دوسو صافي دوبو كالي نومي لانها امراه اولا لانها في النظر لبعض الجزائريين امراه حامله فكر عصراني سيتادير انتصار للعقل اون فراز لا ريليجيون شيزيل ليكول شيزيل لا ريليجيون دون لا موسكي ليكول ريبوبليكان شيزيل دون ليكول مفهوم الفكره عبد اللطيف القيم اسكو تي داكور مع حسن موالي زعفان ابدا موالي حسن علي موالي ابدا ابدا نقدروا نصلوا في المدرسه عادي جدا تركيا بلد الان عظيم كل المدارس موجوده فيها قاعات للصلاه الدين ما عندوش مكان خاص نمارسوه فيه الدين يمارس في المسجد في البيت في المدرسه في مكان العمل منع تلاميذ ولا ديزيتوديون من الصلاه في الجامعه كاين المصليات في الجامعات يعني امينيس دو لا ريبوبليك امينيس دو لا ريبوبليك لا مش نفسي لانه في الجامعه اللي ساند منع صلاه في الجامعه سي دي ماجور لا الناس اللي تصلي الصلاه عند المسلم الشعبوي انت الشعبوي اصبح واحد المسلم المسلم يصلي ابتداء من 10 سنوات يصلي يقدر يبداها في الابتدائي وفي السيام وفي الليسي الى حتى ينتهي عمره الصلاه في المدرسه لو جات نطبقوا المادة الثانية من دستور إسلام دين الدولة للصلاة تكون مفروضة في الابتدائيات مفروضة إلى غاية نعم. وش رأيك يا حسن؟ أنا هذا ورأيي سي عبد اللطيف اللي يدعي الحرية والديمقراطية يقول لك نفرضوا الصلاة ما نفرضوش العقيده على الناس لا ما نفرضوش يا اخي الدين مهما كان الاسلام او الديانه ما تفرضهاش خلي الناس تروح لها بكل حريه المسلمين حسن معليش 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 بيناتكم نسمع راي تعطيني هنا بيناتكم جي بير جي بير كل ما يعطيكني هذا نقول كل ما يعطيكني هذا عافيه ربي سبحان الله شوف انا جو بونس كو الي جوسكا بيناليزي ان اتيديون جو بونس با كو ما نعاقبوش باسكو فات ما كانش حاجه تقول وي لازم وي لازم ما كانش حاجه تقول نو سي انتيردي دونك المعاقبه جو بونس كو جو انفان جو با جو سي كونت المعاقبه باغ كونت جو سي كونت المعاقبه باغ كونت سي نخليو هاد الناس يصليو كسوسوا في المسجد في البريمير ولا يفو اونكادري سا ما نصليوش اتوغي اترافير ما نصليوش nulle part tout partout hack derrière il faut que vraiment il y ait un encadrement genre Moussala sans obligation mais comme قال حسن رانا devant des mineurs je te dis on est devant des mineurs donc on l'école les républicains يا جماعه اللي كل نروحوا نتعلموا اقتناء العلم ما نروحوش علاش كاين المساجد على بالك باللي على بالك في المدرسه نتعلموا الصلاه ونتعلموا الوضوء في المدرسه المقرر الدراسي يعلم هذا الشيء معليش رشيد نكاز واش رايك في المدرسه خلي واش رايك اسكو دقيقه سمحوا لي نعلموا ثاني كيفاش نغسلوا الماء معليش اون تيروريز لي زونفون معليش معليش هذا سي ديبا واحد اخر مي بون نحكوا على نقعدوا في هاد لابوليميك هادي صات عبد اللطيف عبد اللطيف من فضلك نقطه نظام عبد اللطيف من فضلكم نسمعوا الراي تاع رشيد نكاز واش رايك بن غبريط يقول بانه الصلاه في الدار وفي المسجد نقراو اسكو تي داكور ولا لا وزيره بن عبريط ديجا بدات قالت لهم نقلعوا بسم الله الرحمن الرحيم بين الكتب ديجا حنايا رانا نشوفوا باللي راهي رايحه في واحد الطريق اللي حنايا ما نفهموهاش هنا في الجزائر بلاد مسلمه دونك راك ضد رانا بسم الله الرحمن الرحيم هذه مستحيل نقلعوها هذه حاجه الاولى على بالكم بلي انا ندافع على الحريه الدينيه في اوروبا في فرنسا في بلجيكا في سويسرا في دنمارك في المانيا في النمسا يعني انا اللي ندافع على الحريه الدينيه في اوروبا مانيش باغي باللي في بلادي يمنعوا انسان باه يصلي في مسجد ولازم بيان سور يفوكم وي جاريف جاريف فريمون لي زونكادري كامل جاري ريما واش رايك يفو ليسي لا بوسيبيليتي ا شاك انديفيدو فهم الفكره ريما واش رايك ليكزارسيس ا ريليجيون انا بالنسبه لي ضد انه تتم معاقبه طالبه او تلميذ على انها ادت الصلاه ولا جيد وكما ذكر انه المدرسه نروحوا نتعلموا فيها الدين ثاني حاجه تتعلمها مادام علم ينتفع به ماهيش حاجه راح تضر تلميذه ولا حضر طالب جيد تعطيكم صحة كانت هذه اراء وسمعناها كلها نروحوا الى خبر واحد اخر يتعلق شويه بالعنصريه دوك ما عرفتش اسكو عنصريه ولا ماشي عنصريه شوفوا معنا هذا الفيديو تاع الفنان محمد بن شنات بون اللي ما يعرفوش اللي غنى الواي واي دونك نشوفوا الفيديو هذه نعاودوا نرجعوا
زيرو هادي هاو شاف. لا هكا. كيف لا تدير لي كيما هادي. هكا. روحي. انا درت لي هادي. دوك انا سمعت. على كل شيء. لا. من هنا. سردين امك حصلت. كما شفتوا هذا الفيديو كان اللي وصفوه بانه عنصري، كان اللي وصفوه بانه مثير للاشمئزاز. واش رايكم في هذا الفيديو تاع الفنان؟ معليش لازم نشوف رايك حسن والي. حسن والي رايك فوالا باش نشوفوا في ليكرون. تري بيان سي فوالا. اونكور اون فوا اون بارلي توت ا لور دو ليدوكاسيون ريليجيوز سي با سا كي مانك مي سا دون سو نوتر سوسيتي دون سو تيب دو كومبورتمون اي سي المشكل الكبير فيه العقاب الامبونيتي سا باس وهذا موش سي غرافا بور اون بيرسوناليتي بوبليك زعما موش حاجه منعزله سي با ناكت ايزولي جاي في الطبيعه اللي شفنا فيه سلوكات عنصريه سلوكات تحتقر الناس سلوكات ترفض الاخر اون دينونس رشيد سي رشيد نكازي يل كوني لوروب عرف كاسكو سيك لو راسيزم كاسكو سيك لونتي راسيزم ايتو On le reproduit de manière la plus abjecte. Hassan, je suis juste marié à Tinhina parce que je suis là pour te dire. C'est juste horrible, horrible, horrible. Une personnalité publique. Oui. À la belle que Blekin drôle sur YouTube, une drôle sur YouTube, Hagdain, les trends ou les tendances, c'est comme vous voulez, ou la mabèche qui vous fait avoir en arabe, oui, je ne sais pas comment on les appelle en arabe. Je chauffe la vidéo de monsieur, il y a les trends. Genre, ça donne une idée déjà là où je suis chauffe, il y a le chab le jazaïri. Ok, c'est pas grave. Entre guillemets, Fennan, d'accord. Mais qu'un entre guillemets, Fennan véhicule ce genre de choses, et sur ses réseaux sociaux, je pense que c'est vraiment dangereux. Ou Hadja qui m'a dit, je suis partout. J'ai vu de mes propres yeux le train, une femme qui giflait une petite. J'ai pas compris pourquoi. Est-ce que c'est la couleur de peau ou là? Mais en tout cas, c'est horrible. En tout cas, je pense que Kima Kal, dans nos écoles, c'est bien que nous sommes, mais après, je pense que Dina, c'est aussi ça. Jade, bon, je m'entends vraiment punir ce genre de choses. Je vous remercie, que cette vidéo qui est très bien. Je suis très bien, et Allah, si vous voyez, c'est Mohamed Ben Jannat. Bon, t'as rien. Mais je vous remercie, j'espère que vous avez fait. اشي هكذا كوم ماشي ولا عيب وي عبد الله اشي عيب نو نو عيب سي اونتو لا جوستيس دوا سوتوسيسي بيان سور بيان سور انا نقول تفضل عبد الله ما كانوا في السجن عبد الله ما كانوا في الحبس انا راني نشوف القبضه تاع يده والطفل اللي يدرق في وجهه باه ما باه باه اللي راه نو نو باش اللي وي كاميري فيه ما يكاميريهش تيس عيب باسكو هذا الطفل هذا يا جيماجين ما نعرف شكون واش هو يدير في الجزائر ما جابوش الخير للجزائر جيماجين كيو ضربها من الساحل وجا طالع على الصحراء دونك سي دونك ما جابوش الخير للجزائر يعني المعامله هذه ما عندها حتى معنى ريما واش رايك في هذا الفيديو من فضلك؟ شوكيت هاويه صراحة إذا كان إنسان في عقله ما يديرش حاجة كيما هذه هاي لا سي غراف سي غراف رشيد نكاز واش رايك في هذا الفيديو؟ سي على بالكم بلي أنا مشيت من تيزي وزو حتى العين صلاح ضد الغساخري في 2015 هذا وليدنا هذا وليد الجزائر وليد افريقيا صح وكي نشوفوا بلي هذا اللي مثل يعني بلال هو اللي كان يدل الاذان فهمتوني ولا لا بلي يتمسخروا بها كيما هاك هذه حاجه خطيره جدا سي تين ادميسيبل باه اليوم في 2019 في الجزائر نشوفوا بلي خونا في الدين الاسلامي يديروا له كيما هاك ويشبعوا له الضحك هذه حاجه ما قبلوهاش في الجزائر تاع 2019 وتجي من عند فنان للاسف كيما قلتي ذكر حادثه واحده اخرى صارت صافي ثلاث سنين في واحد المدينه في ولايه في الجزائر وحده كامرونيه مهاجره من كامرون عند اون سيتياسيون ريغولير اغتصبوها خمس اشخاص راحت للمستشفى باش داوي قال لها ما نقدروش باسكو راكي في اقامه غير سيتياسيون ايريغولير نعم راحت ديبوزي بلانت في لابوليس قال لها مون بو با نشدو لا بلانت تاعك باسكو وزيت اون سيتياسيون ايريغولير وي سا سابيل نون اسيستونس ا بيرسون اون دونجي اكزاكتومون ان توكا ما باليش اذا كاين جهات لازم تدخل حول هذا الموضوع ما ندخلش روحي في هذه الامور لاني صحفي ما نقدرش انا نقول واش لازم يندار لكن راكم شفتوا بعينيكم وان شاء الله هذه الممارسات تحبس ما تروحوش بعيد قعدوا معنا فاصل نعود ونرجعوا في مازال الحل ها
البداية في مازال الحالة راح تكون مع ضيفنا الأول السياسي، مازال نزلناه ضيف ثاني واللي هو سليم أغار. كما راكم تشوفوا فلاشاز فيد، قالونا باللي راح يكون كاين ازدحام في الطريق، دونك عادي معليش راح نسناوه. مي افون سا معنا السيد رشيد نكاز باش نحكوا حول المواضيع اللي تهمه وتهمنا. تفضل معي هنا في الكرسي سي رشيد نكاز، مرحبا بك. تحية لك. بسم الله. مرحبا. يعطيك الصحة. يعطيك الصحة. سيد رشيد نكاز، اليوم في 2019 بعد 2014 قررت باش تخوض غمار الانتخابات الرئاسيه. احنا في مازال الحال حابين نتحدثوا شويه مع المرشحين للرئاسيات او المرشحين للترشيحات اللي راهم اليوم في خضم معركه تاع جمع الاستمارات، وعليه راح نحكي لك. راح نبداك باول سؤال حول الاستمارات، وين راهي لحق الحاله وكيفاش راهي تمشي الحاله في جمع الاستمارات؟ في 2014 كنت شويه نيه، كنت نقول كاع الصح واش رانا نديرو واش عندنا، وشفتو وصره. اليوم في 2019 شويه تعلمت شويه امور في الساحه السياسيه، نقدروا نقولوا بلي عندنا ضغوطات ولكن راهي ماشيه. الوزاره الخارجيه شفتو بعينيكم بلي 11 يوم طاو التعليمات في الخارج في الكونسوليه باه ما يليغاليزوش الاستمارات تاعنا، ودوكا الحمد لله جاو تعليمات جدد، يعني الحاله راهي ماشيه في الخارج. وفي وسط الوطن شفتوا كان عندنا مشكل مع واحد الرئيس البلديه في مازونه في ولايه غليزان، دار لي التليفون تاعي سبني على المباشر، دمرني، يعني رانا نشوفوا شي صوالح اللي حسبنا بلي في الجزائر في 2019 ما يصراوش، ولكن نقولوا الحمد لله راهي ماشيه الحمد لله. لازم عليك انك تجمع 60,000 توقيع. الناس اللي تعرف باش الواحد يجمع توقيع، لازم المواطن اللي يهتم بمرشح ما لازم هو اللي يروح يدي الفورمولار والاستماره لرئيس البلديه، ورئيس البلديه هو لازم يوقعها. سي رشيد نكاز كان يقولوا بانه هذه العمليه مستحيله، لانك انت باش تجمع 60,000 واحد يوقعوهم يعني رؤساء البلديات شي صعيبه. انت كيفاش تتعامل مع الصعوبه هذه؟ وشفناك لاول مره ربما مرشح يخرج لبرا ويسربي لي سينياتور ويدعي الناس باش يسينيولو، كيفاش تتعامل مع هذا الوضع؟ على بالكم بلي يد واحده ما تصفقش، انا وحدي ما نقدرش نلم 60,000 استمارات، ولكن شفت على المباشر مع الفيسبوك لايف بلي انا وحدي نقدر نلم كل يوم 250 استماره، والحمد لله عندنا مناضلين في 48 ولايه وفي الخارج هما اللي راهم يعاونوا فينا باه نلموا هذو الاستمارات. دونك اللي يبغي يعاوننا يتصل بنا في 1541 بلديه وايضا في الخارج باه نلموا هذو الاستمارات فوق من 60,000، وباه واحد يعاودنا اللي يقلو البطاقة الوطنية والكارطة تاع الفوت. وعلى بالكم باللي اللي ما خدمش كارطة تاع الفوت البارح هو كان النهار التالي، يعني ما تقدروش دوكا تخدموا الكارطة تاع الفوت. لازم بصح 250 استمارة في النهار ما عادش تلحق بمعدل، وكان نحسبوا ما عادش تلحق. لا هذا الشيء انا وحدي ما نقدرش نلمهم، بصح الحمد لله عندنا مناضلين في كاع الجزائر وفي الخارج وهما راهم يعاونوا فينا باه نلموا هذو الاستمارات كما درناها في 2014. صح، وكاين تقريبا 200 مرشح للترشيحات. انا حتى كلمه مرشح للترشيحات تبان لي ثقيله، راني نستعمل هذا لو تيرم خاطرش الناس ولا تاخذها لعبه، يعني يروحوا يخرجوا الاستمارات. واش رايك في الظاهره تاع اللي يكون قاعد في الحومه وجوع على صو يروح لوزاره الداخليه يخرج استمارات؟ على بالكم كاين شي ناس في السلطات ماهمش باغيين يقيموا هذو الانتخابات، ونظن بلي ماشي حاجه مليحه اللي نبينوها قدام الشعب الجزائري وقدام الخارج. الوزير الاول ندد بهذه الظاهره بالمناسبه، وقال لازم تكون فيه ترسانه قانونيه من اجل الحد من هذه الظاهره. بصح لازم نبدلوا القانون، لازم اي واحد اللي ما عندوش مستوى جامعي لازم ما نعطولوش استمارات، لازم شرط جديد بلي باه واحد يقدر يرشح روحه لهذو الانتخابات لازم يكون عنده مستوى جامعي. صار القانون واضح في هذه النقطه، يقول لك كل جزائري عنده الحق انه يترشح ما دام الحق ل 40 سنه. فوشن هو القانون اللي قادر يندار باش نحدوا هذه الظاهره؟ يزيدوا ماده كما داروا ماده باه واحد يكون عنده 40 سنه، كما داروا ماده باه واحد لازم يكون عنده اقامه 10 سنين في الجزائر، لازم نزيدوا ماده جديده تاع الجامعه. نعم، اللي تقول بلي اي واحد اللي ما عندوش مينيموم ليسانس في الجامعه ما يقدرش يرشح. يقدر واحد يكون قيادي وما قراش في الجامعه مثلا؟ لازم يكون عنده ليسانس الواحد بيسير البلاد. على بالكم بلي هذا يخلق لك مشكل؟ لا ما كان لا مشكل، ولا يشروا لي ليسونس؟ لا لا دونك انا نشرو كل شيء في هذه البلاد ولا لا؟ شوفوا هذا الواحد انه يشري ليسونس. سي يونس، على بالك من 62 مكن حتى الرئيس اللي جاب الباك في هذه البلاد، وشفنا نتيجه، يعني
بلادنا ماهيش مقدمه راكم تشوفوا تركيا كي دايره ما شاء الله. حنا رانا باغيين نقدموا بلادنا ولازم فني. لولا دا سيلفا في البرازيل ما عنده ولا مستوى دراسي يعني ماهوش قريب بهذا الشكل. انا نتكلم هو اللي دار نهضه في البرازيل دونك علاش نربطوا دائما النجاح القيادي بالقرار. وشفت باللي حكموا عليه الفساد بزاف. لازم شويه لازم اليوم الى قلنا حكام من البلديه حتى المراديه اللي عندهم مستوى جامعي. على بالكم باللي المشاكل راهم كبار في الجزائر بالنسبه للخدمه بالنسبه للسكنه بالنسبه للصحه. الا قلنا الناس اللي عندهم مستوى جامعي من البلديه جيد. حتى المراديه جيد. واضح الفكره. عبد اللطيف بالقايم رشيد نكاز نورمالمون وليد حومتك باسكو انت مشلف ومشلف ويد الجزائر. انا الجهوي خاطيني لا لا ماناش انا ضد الجايه وشلف ماني نشوف اسكو راح يكون حنين معاك ولا لا. لا 10 سنين دافيلي لازم تكون مقيم هنا واش حد لك مشكل؟ انا على بالك عندي برمي تاعي على بالكم بكل شفافيه بسم الله. برمي تاعي مخدوم هنا في الجزائر في 90 شوف بعينك. معلاش لا لا تفضل 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 اكزاكتومون 2004 سليمان بالتاريخ 2004 لا لا هنا في الوسط هنا 90 كان اه داكور 1990 اكزاكتومون يعطيك الصحه. وعاودته 2004 ومات لي 2014 على بالك خمس سنين وانايا نستنى في القرار تاع المحكمه الاداريه باه طولوني حق طولي حق باه نعاود هذا البرمي. يعني عندي دليل باللي راني في الجزائر 29 سنه يعني ما عندي حتى مشكل. وانا صنعت الكارت تاع الفوت في وقت زروال اليمين زروال في 95 وعمري ما فوتيت في الخارج وعمري ما عاودت البرمي في لكن الخارج. ترشحت في الخارج انا ترشحت في الخارج لا ما قبلوليش لا لكن ترشحت انت كانت عندك لا ما قبلوليش الملف تاعي اه اوكي ما عندي حتى مشكل بالنسبه للدستور الجزائري. وانا اتصلت بالمجلس الدستوري قالوا لي سي رشيد بالنسبه للقانون ما عندك حتى مشكل بصح يجب ان تلم 60,000 استمارة فقط. رشيد ما تشوفش باللي يعني لي فيديو اللي كنت ديرهم وال يعني الخرجات اللي كنت ديرها يعني ما تليقش بمرشح رئاسي يعني انت حر في الاشياء اللي درتها في لي فيديو يعني في متابعه الناس اللي كنت تقول انهم هربوا دراهم وكذا ولكن تشوف هل تشوف انه هذيك الفيديوهات اللي كنت تديرها تخدم لا كارير تاع مترشح للرئاسيات يعني واحد خدم هكذاك ومن بعد يجي يترشح للرئاسي ما تشوفش انه مكانك نورمالمون نضال سياسي خطابات ماهوش كاين بزاف الناس اللي ما عجبتهمش الطريقه يعني. الطريقه تاع العمل تاعك في الميدان ما تشوفش انه هذه رايحه تنعكس عليك سلبا في 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 الترشح تاعك وكل جاوبك على بالك باللي انا ربيت في فرنسا وفي في اوروبا وفي الامريكان على بالكم باللي اسم تاعي رشيد ما كانش عاجبهم كانوا يقولوا لي رشيد شملي يا راك عليك في اوروبا بدلوا ديروا غيشار قلت لهم لا انا جزائري انا مسلم وما نبدلش اسم تاعي كان شي ناس ما يبغوش الطريقه تاعي من حقهم رانا في ديمقراطيه بس هذه الطريقه تاعي انا راني ضد الفساد في بلادي. وعلى بالكم في كي كان عندي 28 سنه انا درت كتاب مع الرئيس الولايات المتحده تكون ضد الفساد نكمل برك معليش معليش نكمل معليش نجاوب زيد فضلك خويا انا درت كان عندي 28 سنه ما كان حتى جزائري في العالم او فرنسي او انجليزي او امريكاني اللي دار كتاب مع الرئيس تاع الامريكان الرئيس تاع فرنسا الرئيس تاع انجليز تاع المانيا ممكن ود عباس رئيس تاع الطليان ولا تاع اليابان ولا تاع كندا انا واحد برك في العالم اللي دار كتاب ود عباس يكتب كتاب بالمناسبه يعني رشيد يعني لو كان داروا كتاب معايا معناتها ممكن عندي شويه مستوى رشيد نعاود نرجع فقط للحادثه تاع 2014 اللي قلت انه راحوا لك التوقيعات ما راحوليش سرقوهم صح راحوا سرقوهم ولو كان ماشي صح كنت شكاو بيا وكنت في الحبس اليوم نتفاهموا على حاجه كاين بزاف الناس بعد الواقعة انت اصلا ما عاودش رجعت لها ما وضحتش للراي العام الظروف كيفاش وضحت هذاك الوقت لكن تحدثت انت على اون بلانت ديبوزات ولكن لحد الان الصورة تاع الحكاية هذيك ما ركبتش للناس قال لك هذا مجرد أنه رشيد نكاز ما قدرش يجمع التوقيعات في آخر لحظة كي جا رايح للمجلس الدستوري اختلق فيلم باش يبين باللي هو قادر ولكن منعوه اليوم بعد خمس سنوات من الحادثة واش تقدر تقول لنا على هذه القضية اللي الناس لحد الآن جانب كبير من الجزائريين مش مأمنينها من 2014 الشعب الجزائري كامل شاف باللي خطفوني في بودواو في ولايه بومرداس
على المباشر وكاين لا فيديو اللي توري علاش نجاوبك نجاوبك داروا لي ست قضيات في المحكمه ارجع نجاوبك داروا لي ست قضيات في المحكمه كنت تحت اقامه جبريه غير قانونيه عامين ما عنديش القانون نشرب قهوه في الجزائر من 2016 حتى 2018 كانوا اسكورتوني من المطار هو ريبو مدينة حتى الدوار تاعنا في شلف ومن الدوار تاعنا في شلف حتى المطار هو ريبو مدينة يعني الشعب الجزائري كامل شاف باللي حقروني كما يقولوا في اللغه تاعنا اللهجه تاعنا ولو كان راني نكذب لماذا ما شكوش بيا لماذا المؤسسه امنيه ولا مؤسسه عسكريه ولا مؤسسه دبلوماسيه ما شكاش بيا وتقول باللي راشد نكاز راه يكذب انا ما نهدرش من باريس ولا من نيويورك ولا من جنيف راني في الوسط الوطن واللي عنده مشكل معايا راني قدامه سي رشيد ما جاوبتنيش على كل حال على القضيه على الاستماره قدمنا الشكوى وحتى اليوم ما كاش النتيجه ما بغاوش يعطوا النتيجه عندك ديروا لي فينونسي ولا قادر تمول الحمله الرئاسيه تاعك وحدك هذا سؤال اخر ايه انا الحمد لله نقدر نبقى كيما هاك 20 سنه بلا نخدم وراني حر ودارس ذا لونكيت تاعو وما صاب والو على هذا الشيء انا مانيش كيما شي ناس يهضروا من برا انا نهضر من سي رشيد واش من وسط البلاد اسمح لي عبد اللطيف 20 سنه قادر ما تخدمش وتصرف على روحك 20 سنه نكافح الفساد في الجزائر و20 سنه نمارس السياسه في وسط الوطن في 48 دونك لا فورتون تاعك يا ليستيمي شحال تما كي نحسبوا 20 سنه دونك شحال تصرف في الشهر كي نضربوها دونك نقدروا نطيحوا ابيبي في لا فورتون تاعك شحال مليون اورو زوج مليون اورو انا نسكن في الدوار ما عنديش بزاف لي فري على بالك لا سيريوزمون معناتها المصدر المال تاع رشيد نكاز ما هو يعني عندك ان كوميرس في فرنسا ولا عندك الجزائر كاملة على بالها باللي أنا عندي العقار في الولايات المتحدة وفي أوروبا يبالك أنت ما على بالكش برك هذا مكان ومعيات فرنسا نتحدث أساسا أنت تعرف أنه التمويل تاع الحملات الرئاسية عليه رقابة كبيرة يعني ما عندي حتى مشكل أنت تعرف شوف. أنه المصادر اللي تمول الحملة في رئاسيات هي تكون تحت المجهر منين راك رايح تمول الحمله الانتخابيه تاعك اذا قبل ملف الترشح تاعك منين؟ هل عندك ان كونت هنا رايح تمول منه ولا شوف ولا ترونسفير دارجون سي بون فهمت انا سلمي انا قانوني وانا ديمقراطي فرنسا على بالك كي راني نخلص المخالفات بالنسبه للمناقبات من 2010 معياو يديروا لي المشاكل مع لي زامبو مع العداله معياو يتعبوا في روحهم وما صابوا والو شحال راك مخلص دراهم على المناقبات اللي يديروا لهم لي بروسي نخلص مخالفات في 8 دول في اوروبا واليوم لحقنا 320 الف اورو والحمد لله قلت لهم مازال حتى اليوم تخلص رشيد نكاز مازال في فرنسا في بلجيكا في سويسرا في المانيا في الدنمارك شحال من وحده خلصت عليها البروسي خلصت على 781 وحده 781 وحده شحال فيها من جزائريه انا ما ندخلش في هذا الموضوع هي مسلمه هذا شوف انا يا كنت نسيب بلي مراه مسلمه راهم يحقروا فيها في اوروبا ما نطلبش منها الجنسيه تاعها هي مسلمه فقط جيد قبل تنينا كرشوش لا تنينا كرشوش سي كوم فولي اوكي تفهمي مع حسن والي عليزي 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 لا لا عليزي ميسيو حسن عليزي سي توجور جينو افيك رشيد نكاز تفضل راك حر رانا في الديمقراطية سي بوزيتيف سكو جو دير تفضل سي ان اوتر ستيل دو بوليتيك سي ان اوتر ستيل وانا نبشرك بخير سليم اغار لانفيتي تاعنا نورمالمون الحق ورا سليم اغار عطيو لي سليم اغار سليم اغار سليم اغار سليم اغار نقدروا نشوفوا في الاكرون نقدروا نشوفوا في الاكرون عطيو لي في الاكرون بفضلكم سليم اغار هنا تحيه كبيره سليم اغار على الحق الطريق على بالي يافي بوكو دومبوتياج وي ار سو هابي مرحبا بك سالم راح نتكلموا معك شويه لكن عاود نرد الكلام الحسن C'est un activiste, c'est un acteur politique avec d'autres méthodes, avec moyens de lutte. Ce n'est pas un parti politique, donc on ne peut pas le saisir, on ne sait pas. Donc il est inclassable. Il est de gauche, il est de droite. Qui fait ce sort de la série, la série Mohim, la série Marquezia. Donc il est insaisissable. Il n'est pas non plus inintéressant.
Je n'ai pas dit ça. À vous de juger. Non, 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 je n'apporte pas de jugement sur tout le monde. Je n'ai pas de jugement. 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 Je n'ai pas de اليوم 3 شهر مارس ندير ديكلاراسيون باتريمون ان شاء الله وتشوفوها بعينيكم. سا سري بيان دو نوفير ديكلاراسيون اليوم. انا قلت لك بلي انا انسان قانوني ونحترم الدستور الجزائري. ماشي مرتبطه بالقانون. كل حاجه في وقت على تقلق يا سي. لا ماشي متقلق ماشي مرتبطه بالقانون. يا سي حسن الوالي. لا ماشي مرتبطه بالقانون مرتبطه بقناعه. لانه الخطاب تاعك الخطاب السياسي ضد الفساد. يقابلوا لا ترونسبارونس. بارك الله فيك. انتهى. في مختلف المجتمعات وين السياسيين يفصحوا عن ممتلكاتهم سابيل ديكلاراسيون دو باتريمون. ما عندي حتى مشكل انا ما عندي حتى مشكل. شوف انا مانيش مسؤول سياسي. شوف لا 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 ماهوش المسؤولين السياسيين. لا تقول جاوبك تقول جاوبك. موجود في منصب تقدر تسعى تكون رئيس جمهوريه بار سوسي دو ترونسبارونس بيان سور تقدر تقول الجزائريين اليوم لا ديكلاراسيون دو باتريمون تاعك نديرها لانه انا نحترم القانون والدستور الجزائري. لا تقلق شوف 45 يوم تقلق عليها ولا كذا. ما فهمتنيش بالك ولا ما فهمتش ملاح. لا 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 فهمت مليح. شوف راك تهضر اللهجه الجزائريه نفهمها. سي رشيد بالك يقول بك راح تنسينا من ال 45 يوم راح ننسى. شوف ما ننسى والو. بروفيت على اي اساس على اي اساس تروح لباريس مثلا تبع مواطن جزائري تقول لها وين يسكن هذا ولازم يكون ويقول لنا منين جاب الدراهم تاعك. لانه هو عنده مسؤوليه في الحكومه الجزائريه. لازم يبين قدام الشعب هذو الناس لازم يجاوبوا الشعب الشعب الجزائري بيجاوب دراهمهم بغى يقول لك اعطينا انستيماسيون جو سوي كويرون اي جو رامبليري مون دوفوار على ليغار دو كونسي كونستيتيوشنيل وقدام الشعب الجزائري كامل. سي رشيد ابا كاش دو ستيلوات باش يحسبوا شحال واش عندك تفوت 500 مليون يورو تفوت. شوف عندي باه ناكل نشرب ونرقد ونرقد في دواري في عين حسن ان شاء الله ان شاء الله. سي بون خلاص كثرنا في هذا السوجي حسن تفضل. لا لا خليني هنا. تنينا سي بون خلاص تنينا روحي تسمحي لي. مع سي نكاز انا حابه نروح دون زانوت فولي. تفضل. سي نكاز مناضل رانا شفناه منذ سنوات الى ان بو باغتو بزاف لي لوميير تاع لي بروجيكتور راهم عليه. سي نكاز راهو يمارس السياسه اوني داكور. سي نكاز علاش ما حبش ياثر النضال تاعو في ان بارتي بوليتيك ولا مؤسسه ولا جمعيه ولا حاجه بوركوا؟ جاوبك انا من 29 شهر جوان 2014 قدمت ملف الوزاره الداخليه بيعطوني احتمال الحزب اسمه حركات الشباب والتغيير وخطرات وانا نتصل بهم نكتب لهم وتلاقيت بهم عندي 10 ايام قلت لهم وين راهي واصله الطلب تاعي بالنسبه للاحتمال قالوا لي سي رشيد استنى شويه صبر شويه قلت لهم من 2014 وانا نصبر قالوا لي زيد شويه صبر شويه من بعد الانتخابات نشوفوا واش يصرى كريم طابوي سنه 2012 وصابر بارك الله فيك يعني هذا مشكل الترناتيف نو كريم طابوي من تنظيم مؤتمر اوكي انا قانوني انا نحترم القانون الجزائري باه يعطونا الاعتماد لازم الوزاره الداخليه هي تعطينا الاعتماد رانا في 2019 مازال ما بغوش يعطوني الاعتماد بصح خلوني نجيب استمارات باه نقدم الترشح تاعي بالنسبه لهذو الانتخابات راهو جايين وانت راك تقولي لي بروجيكتور على بالك باللي عامين ونص داروا لي مقاطعه اعلاميه في الجزائر لو كان ما عنديش فيسبوك حتى واحد ما يسمعش بيا هنايا في الجزائر. انت تهدر على روحك لي بروجيكتور كاريمون. ماشي نو ماشي كيما انا مناضل كي ديري يعني تبيني قدام الشعب الجزائري باللي هادو مسؤولين سياسيين راهم يهربوا الاموال راهم يسرقوا الدراهم تاع الشعب وراهم يشروا بهم العقار في فرنسا. لازم الشعب الجزائري اليوم في 2019 يفهم باللي ماشي كاع الناس راهم يسرقوا الدراهم تاع الشعب الجزائري وراهم يشروا به راهم يشروا بهم الديار في الخارج. لا ني با لا كيسيون دوكا لي راه حبي يسرق. جاوبتك ولا لا جاوبتك؟ جاوبتني على بارابور الحزب السياسي والاعتماد. بارك الله فيك. اسكو ما كانش اون اوتر التيرناتيف ميزابار الفيسبوك؟ سي لا كيسيون ديريكت وي ولا كاين ولا ما كاش؟ انا قدمت نظمت 135 مظاهره سلميه في فرنسا في سويسرا وفي بلجيكا ضد الفساد في الجزائر ومع الحقوقيين الجزائريين على بالك بلي نخلص المخالفات تاع كاع الحقوقيين
فيسبوكر ويوتيوبر اللي حكموا عليهم مخالفة في الجزائر ونخلص عليهم في تبسة في بشار في بدية في زرع عاصمة في شلف في غليزان ممكن ما على بالكش تعرفي على ما على بالكش لأنه كنت تحت المقاطعة إعلامية في الجزائر. نعاود نرجعوا لسوجي واحد آخر وعلاش حكيتك على البارتي بوليتيك باسكو سي تري تري امبورطون كو تكون مؤسسة ويكون تأطير الواحد اللي راهو حاب يكون كسوسوا وزير ولا رئيس كاريمون للبلاد. البروغرام تاعك عندك نتايا برنامج تاع مجتمع برنامج تاع دولة مي البرنامج تاعك اون لو توش با نشوفوك راك هنا راك على بالنا بلي عندك دي ميساج على بالنا بلي عندك دي شوز اللي حق تحب تبدلهم دونك لا كيسيون Exactement. La question c'est où est-ce vraiment le projet, où est-ce que les choses importantes, les projets de Sénégal. Pourquoi je ne les vois pas tout le temps bien ou précis Qui suit la page Facebook Parce que nous, qui suit la page Qui suit le programme Tu l'as vu à Paris, tu l'as vu à Algeçon. Mais ça m'a pas dit que la page. Ça m'a pas dit que je n'ai pas dit. Non, le programme. Avec un sahafi, il y a un an. Allah y barak, Allah y barak. Un an. درت البرنامج تاعنا في المجال الاقتصادي في المجال السياسي في المجال الثقافي في المجال الدبلوماسي ويعني قال الناس اللي بيتبعوني نشوفوا فيك الشعب الجزائري اليوم اعطينا اهم الخطوط الكبيره تاع البرنامج تاعك الاساس تاع البرنامج تاعنا لازم نبدو دوله القانون في الجزائر خمس سنين بيعودوا لي البرمي تاعي في الجزائر حاجه غير مقبوله لو كان ما نديروش دوله القانون كي تحمي المواطن الجزائري ما نديرو فيها والو من غير دوله القانون ولازم نديروا استثمار في المجال الفلاحي جيد في لازم نديروا منطقه صناعيه في كل ولايه ولازم نديروا استثمار في السياحه الثقافيه كما تركيا على بالكم بلي تركيا ما عندها لا غاز ولا بترول وفي الميزانيه تاعها عندها اكثر من الغاز والبترول في الجزائر باش نروحوا نقطه بنقطه سي رشيد نكاز اقتصاديا مثلا نعرفوا بلي الجزائر السنوات الاخيره عاشت ظروف اقتصاديه شويه صعبه رفضت شويه راح الجزائر بالرغم من سقوط اسعار البترول انت وشنو هو مشروعك مثلا اقتصاديا وشك حايب تبدل فعلا في الاقتصاد الجزائري انا راضي باي بلي ما نتكلوش على الغاز والبترول على هذا الشيء تبدل القاعده تاع 51 بور ابويي السؤال تاعك راني باغي بلي اي جزائري اللي راه ساكن في اوروبا ولا في امريكا وبغى يدير استثمار هنا في الجزائر هذاك القانون تاع 51 49 ما يتطبقش عليه. بصح كان يقولوا بليك هذاك القانون عنده جانب ايجابي اللي يدخل في اطار حمايه السياده مثلا. جزائري اللي راه ساكن في الخارج ما كنتم حاسبينه بلي جزائري هنا ولا كيف؟ يعني عنصريه يعني. لا ماهيش عنصريه لكن. لا اسمح لي انا جزائري عنده باسبور جزائري كيما انايا عنده من حقه من حقه يكون عنده 100% من الشركه اللي يديرها في زير ولا تمر رصد ولا ملبقي ولا نعمه هذا القانون لازم نقلعوه بالنسبه للجزائريين اللي عندهم باسبور جزائريين وراهم ساكنين في امريكا ولا في اوروبا هذا اقتصاديا اسمح لي برك اقتصاديا ثقافيا وين راهو لي سيتوي سينكاز ثقافيا لي سيتوي على بالكم بلي انا درت ثلاث كتبات انا يعني انا الثقافه يعني حاجه مهمه بالنسبه لي انايا غادي نشوف بلي في الجزائر ناس ماش تقرا كاع لا جريدات الوطن اي حبسوا كاع لهم يا شعب اقرا لا. يعني كيفاش الشعب ماشي يقرا اليوم كيفاش راح دير يعني لازم كونكريتمون لا شوف هنايا باسكو سي فاسيل دو دير سي كاس سمح لي سمح لي اون فوا اون فوا جو في فو ريبوند جو في فو ريبوند اون فوا با بوسي جو شي يقرا ونقول لهم روحوا تقراوا ولا لازم شنو هما لازم في المدرسه الجزائريه لازم بالسيف بالسيف باه اي جزائري يقرا كتاب او موان كل ثلاث شهور لازم يتعلم يقرا كتاب قانون دير قانون بيان سور في فرنسا ولا في امريكا ولا في المانيا المواطن الجزائري راح يكون ملزم انه يدير باغ اكزومبل فيش دو ليكتور ويقدمها بيان سور لازم سا اكزيست بارتو دون الموند بارك الله فيك يعطيك الصحه اي وي سي يونس اي وي راني نسال فيك انا يعني شفت لا ديفيرونس بين واحد اللي تربى هنا في البلاد وواحد اللي تربى في الخارج ولا لا يعني حاجه عاديه في اوروبا تجي حاجه مستحيله في الجزائر لا لا محسوب كي تربينا هنا في الجزائر محسوب ما نعرفوش هذه الامور فقط انا نطرح لك السؤال كيفاش راح دير كونكريتمون شوف الجماع وبالك الناس ما راحش تقدر تفرض عليها مثلا هذا الاجراء لانه باش نفرضوا عليهم اجراء نفرضوا عليهم مليون اجراء اخر اللي بالك راح يفيد الناس راح يفيد هاد الناس لكن هذه الطريقه هذه بالك شويه فيها تعسف الرسول محمد عليه الصلاه والسلام الكلمه الاولى اللي قالوها له تعرف وين هي؟ اقرا يعني نسينا كاع الدين تاعنا ساعه كنا نهضروا على الدين الاسلام تاعنا بصح الدين تاعنا في حاجه مليحه اقرا il faut lire نبداو بالقران ونكملوا مع الاعلام سي تري امبورطون
بالعلم سي تري امبورطون كو لي سيتويان الجيريان يتعلموا يقراو. انا بعد جحت انا على بالك بلي والديا ما قراو ما والو بصح قالوا لا لازم تقراو في المدرسه باه ان شاء الله تنجحوا وما تكلوش على الاخرين. عطيني دقيقه هنا بور جوست بور كلوتوري ونعطي له لا بارول. باسكو في نفس الموضوع عبد اللطيف. في نفس السياق عبد اللطيف في انا سياق اجتماعي اكثر من سي سا جولي افنيغ. معليش سي رشيد، هل انت مع عوده ابناء الحركه الى الجزائر؟ نقول لكم واحد الحاجه بالك ما تعرفهاش. هل تعرف لو كان الدوله الجزائريه حكومه الدوله الجزائريه قلعت الجنسيه الجزائريه للحركه على واه ولا لا؟ واش رايك؟ انت تجاوبنا. لا لا هذا سؤال من بعد نجاوبك به. معليش ممكن الشعب الجزائري ما على بالوش باللي مؤسسه جزائريه ما قلعتش الجنسيه الجزائريه الحركه، وتعرفوا علاه ولا لا؟ باه ولادهم يقدروا يديروا يخدموا جواز جزائري في القنصليه في الخارج. على بالكم بها؟ السؤال يعني تاعو واضح. لا ابناء الحركه سؤال واضح. انت راك تهضر الان على النيه. لا مش النيه، قانون 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 يعني جزائر جزائر. انت راك تهضر على قانون بصح ما تقدرش تعرف نيه تطبيقه. ماهيش نهضرك على النيه. انا شوف جزائر فيها مؤسسات وعندها قانون اللي راه فوق الجميع. سؤال واضح. الحركه سي رشيد ما نقبلوهمش، ولكن ولادهم عندهم اسبور جزائري. اسكو عندهم الحق ولا ما عندهمش الحق؟ بهم. هذا هو السؤال. اسكو عندهم الحق ولا ما عندهمش الحق انهم يدخلوا الجزائر؟ راهم يدخلوا. على بالك بها ولا لا؟ كل ابناء الحركه راهم يدخلوا في الجزائر من 62. على بالك بها؟ يا ودي ايه انت مرحبا بهم. انت كرئيس كرئيس جزائري نحترم جزائري، مرحبا بهم، هما راهم اولاد الجزائر. راني نهضر لك على ابناء الحركه مش الحركه، الحركه ما يدخلوش يعني بس اولادهم وبناتهم مرحبا بهم. حتى اذا ثبت على واحد انه يعني عنده اشياء ضد الجزائر، يعني صرح باشياء ضد الجزائر. لو كان يقول حاجه خطيره بالنسبه للجزائر عندنا العداله الجزائريه ينطبق عليه القانون. نورمال جيد، القانون فوق الجميع. اسمع لي حسن تيني هنا سي بون جو لي روفينير نكمل توجور في السياق. المجتمع بالنسبه لك شنو هو المشروع تاع المجتمع اللي راك دايرو في راسك سي نكاز؟ ورانا حابين نعرفوه اليوم. رانا نشوفوا المجتمع بون، خلينا من الفساد، خلينا من الاقتصاد وتو، رانا نشوفوا مجتمع متدهور شويه. رانا نشوفوا عباد يتخد دي جون فان دو راسيزم بلان دو شوز كوم سا. وشنو هو المشروع تاعك اليوم؟ اولا المجتمع الجزائري كنت جاوبك أنا الوالدة ربي يرحمها والوالد ربي يرحمهم قلت لكم اللي ما قراوش، وحنا ما كناش في حدرة ولا في الشانزيليزي، كنا في لا سيتي في أوروبا. تحياتنا الناس حدرة في الدوار كيزعفوا علينا الناس حدرة. لا معليش أنا حتى حدرة حي شعبي على كل حال. لا الناس تفهم واش نبغي نوصل. أنا الأم الجزائرية نبغي نعاونها بمليون كل شهر بتربي ولادها، بتقري ولادها، بتلبس ولادها، وكي تخرج راسها مرفوع. مي بصح هذا عيب. نعاون الأم الجزائرية اللي عندها ثلاث ولاد في الجزائر. سيد نكاز هذا ربما راح يشكل عبء على الخزينة العمومية. دوك نجاوبك. على بالكم باللي احنا بالنسبة للجيش الجزائري، اليوم عندنا الخدمة الوطنية، وهذه الخدمة الوطنية في 2019 كيما رانا نديروا فيها. جيد. ماشي حل، لازم نديروا خدمة محترفة. معناتها تلغي الخدمة الوطنية. نقلعوا الخدمة الوطنية ونديروا الخدمة محترفة ولا ارمي بروفيسيونيل مع الجزائريين اللي راهم باغيين يقاجوا رواحهم في العسكر ويبغوا يكافحوا، يعني كي يجي حرب ما يخزنوش رواحهم ما يخبوش رواحهم. راني باغي الناس نخلصوهم مليح في الجيش الجزائري. اليوم على بالكم باللي الحرب راه بالساتيليت بالالكترونيك، ماشي واحد عنده سلاح في الوقت المجاهدين. وعلى بالكم باللي رانا نشروا بزاف السلاح من فرنسا من امريكا من الروس. وعلى بالكم علاش؟ باسكو المغرب ثاني راه يشري بزاف السلاح. لو كان نديروا اتفاقيات بين الجزائر والجزائر باه نقصوا هذوك السلاح، هذوك الدراهم هذو اللي نربحوهم نديروهم ونعطوا مليون الام الجزائريه اللي عندها الاولاد تقري ولادها. واضحه الفكره حسن والي؟ Rachid Nkaz, il est intelligent parce qu'il reste sur les déclarations d'intention, des généralités. Il n'explique pas le fond des choses. Et des précisions, cher monsieur. Il est estimé à combien le PIB algérien? Le PIB algérien, selon que l'on intègre
le gaz ou le pétrole, non, on ne l'intègre pas. Tout, le PIB, l'intègre tout. Le produit, je vais vous répondre. Le produit intérieur brut algérien est faux. Pourquoi? Parce que les statistiques algériennes sont fausses. Il est estimé à combien? Les faux chiffres, ils sont combien? Il est faux. Allez, je ne communique pas sur des faux chiffres. Allez, belkom. Donc, le job. Est-ce que Allah belk? بالواحد وثمانية. علاش أنا سقسيتك باش تفهمنا كيفاش vous allez financer votre programme économique qui n'est pas détaillé. لا جي ديتاي. شوف لو كتقرا برنامج تاعنا تشوف باللي كي نديرو باش نعاونوا الأمة الجزائرية. خلي كمل يا خويا باش نتناقشوا هنا خويا لو كان ما تخليش نجاوب بدل ما والو تحدوا على خلي يجاوبك في البرنامج تاعك. شوف درت فيديو في سويسرا. الاسميك تاعك شحال درت فيديو في سويسرا باللي من 81 ما كان حتى دينار حتى دولار من الغاز اللي دخل في الجزائر. راكم تسمعوا مليح ما كان حتى دينار اللي بعناه من 81 اللي دخل في الجزائر. كيفاش حتى واحد ما على بالوش بها في الجزائر؟ اسمح لي اجل نجاوبوا السميك معليش. نعم تفضل. السميك اليوم على بالك باللي كان ناس زيد فضلك ناس راهم يخدموا في البلديات على بالكم باللي يخلصوا 500 عرب برك 500,000 على بالك من باي يقدر يشري 4 كيلو حب. جيد على بالكم هذه حاجه خطيره. واحد اللي عنده لونجيم خلينا نخرجوا من الاندينياسيون. نو اللي جاوبك بلي درهم راه برا. درهم راه برا كومبيان يفيكسي كومبيان. شوف ان شاء الله على 5 سنين ان شاء الله اليوم راهم يخلصوا الناس 1,800,000. واحد ما يقدرش يكري دار في الجزائر مع 1,800,000 ان شاء الله نطلعوا على 3 ملايين ان شاء الله. 3 ملايين وعلى 10 سنين ان شاء الله يكون 5 ملايين. وكي نديرو لازم نديرو استثمار في الجزائر. لازم نديرو الشركات. لما تقول انا ندير 3 ملايين وسمح لي سي رشيد نكاز وما تعرفش البي بي مهما كان تقييمك على اساس انه رقم هذا خطا ولا لا. يا سي يونس. لكن لما نقول البي بي الجزائري في 2017 هو 170 مليار دولار امريكي. سي يونس تقدر تبني عليها. سي يونس على بالك باللي اليوم راهم يدخلوا 40 مليار دولار كل عام. على بالك باللي في حاسي بركين 75% ماهوش تاع الجزائر تاع طليان. على بالك باللي في اضرار 65%. صح رقم مهما كان غادي ديماري بالرقم هذاك يا خويا. بغيت نبني نسرح بان شيفر اللي ماهوش صحيح. صحيح. قول لي ما راك برنامجك الاقتصادي تاعك ما راك بانيه على ولا شيء. راك منطلق بفكره ان الارقام غلطه. سي يونس انايا عندي دليل باللي فرنسا عندها 65% من الغاز الطبيعي من ولايه اضرار حتى 2043. الدوله الجزائريه كيفاش تعرفش تقول ولا لا؟ الارقام ماهيش صحيحه. كيفاش جبت هذا الرقم؟ منين جبت هذا الرقم؟ باسكو الارقام الرسميه ماهيش صحيحه. انا جبت لي كونترا جبتهم من الشركه غاز فرونس. حاسي بركين ما كان حتى واحد في الجزائر. ماشي كل شيء كتجيب الكونترا. ماشي كل شيء يعني شغل هذا جزء. انا هذه خدمتي هذه. شوف سي احمد ويحيى في 2008 واش دار؟ حاسي بركين كانت شركة كندية كان عندها 75% من حاسي بركين. على بالكم سوناتراك بغاو يشروها هذوك 75% بصح ما شراوهاش. باعوها الطليان شركة طليانية يسموها إيدي. أنا نقول الشعب الجزائري كامل واش كاين في الخزينة الجزائرية. جيد واضح الفكرة. سمح لي راني ندير شوية لابريسيون باسكو عبد اللطيف عنده سؤال. تفضل. أنا بغيت نعرف برك اقتصاديا القانون تاع 51-49 لملكية الشركات كيفاش رايح يتعامل معاه سينكاز؟ انت تعرف بلي انه من اجل السيادة الجزائر خلات 51% من كل الشركات اللي يتم استثمارها في الجزائر. تفتح انت هذه القاعدة تحل القاعدة هذه؟ جيد مليح. جاوبت سي حسن ولي وفهمته بلي هذول الشيفخ اللي راهم يبينوهم في كاع الجريدات. هذا شيف هذا قانون. اسمح لي اني نقول لك بلي هذا السؤال هذا عبد الله. لا اسمح لي نكمل معاه. عنده الحق. اوكي هذا قانون. هذا قانون ما يتبقوش. وقلت لك بلي اليوم في 2019 طليان عندها 75% في حاسي بركين. فرنسا عندها 65% في اضرار. على بالكم بلي اوزين تاع السيما في عكاز في ولايه معسكر فرنسا شركة لافارج عندها 100%. يعني قانون تاع 51% ديماغوجية. صح معلومة. كاين دي كونترا تسنيو قبل 2009 باسكو لا ريغل 49-51 ما تطبقش بشكل اثر رجعي. افيك كيف سي با ريتروكتيف. نقدر نجاوبك. خليني نكمل. تفضل. فبالتالي الشركات ممكن عندها 99% شركة فرنسية ولا إسبانية قبل 2009 تبقى هكاك
تبقى ما تغيرش ما تطبقش عليها القاعده. تبقت القاعده دوبي 2009 والمتعاملين الاقتصاديين كل الخبراء الاقتصاديين لي بلو سيريو يقول لك القاعده هذه خسرت الجزائر في الاقتصاد في الاستثمار، لانه ببساطه واحد مستثمر اون ملتي ناسيونال يجي مثلا يستثمر في الجزائر باختصار حسن يقول لك ما قدرش ما لقاش ان فيزا في الجزائر عنده 51% منين نجيب؟ نعم نجاوبك تفضل. إليزي تعرفها إليزي إليزي دوريزمون 2013 نعم الحكومه سابقه على بالكم بلي اليوم في إليزي في الغاز فرنسا عندها 20% شركه غاز دو فرانس طاليان غاز دو فرانس نيكزيست بلو اش نكمل اسمها ان جي 2013 قلت لك شركه فرنسيه غاز دو فرانس عندها 20% شركه طليانيه اني عندها 27.5% وشركه اسبانيوليه ريبسول عندها 52.5% سوناتراك شحال عندها 0%. واضحه تن هنا شوف في المجال الاقتصادي شوف خدمتي اسمح لي يعني نقول لك باللي انا جاوبتك بالدليل بالدليل الرسمي بالدليل الرسمي باللي قانون باللي قانون 51% 49% ما يطبقوش اليوم في 2019 ولكن موجوده في القانون انت تلغيه ولا ما تلغيهش؟ شوف انا القانون نطبقه وهذا الكونترا تاع إليزي نعاودو كاع، نعاود كونترا تاع حاسي بركين، نعاود كونترا تاع غاز دو فرانس في اضرار ونعاود كونترا تاع إليزي وهذا يجيب ان شاء الله. وهذا يجيب على سؤال تاع حسن ولي تنهينا باختصار نفضلك باختصار نعم. نعاودو نخرجوا من الاقتصاد ونعاودو نرجعوا لرشيد نكاز تفضل بيرسونيلمون اون اريف با ا لو سيتوي بورتون سي تخي فاسيل لا 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 سي تخي فاسيل دي كوم سا سي تخي فاسيل اوسي شويه بركا جو فو ريبون افيك دي شيفر Précis. Moi, je n'ai pas besoin de chiffres, moi j'ai besoin okay. d'informations. Oui. Alors, je suis venu en France qui m'a dit que tu as fait le monaqabat. En Europe, en Europe, c'est ça. Et en Jazair, Fanny. En Jazair. Pourquoi les Jazair sont obligés de payer المخالفات الحقوقيين المخالفات الحقوقيين في معسكر، في بشار، في تبسة. على بالك بلي واحد كيهضر في فيسبوك يقدموا الشكوى ضده ويعطوا له مخالفه، هذيك المخالفه يبقى يسكت، انا نخلصها يبقى يزيد يهضر على روحه، بصح لازم يميز واش راه يقول. عبد اللطيف يهضر وما داروا له والو. لازم ما يتهمش مؤسسه امنيه، ما يتهمش مؤسسه عسكريه، وما يتهمش مؤسسه دبلوماسيه. جيد. هذو هما الشروط باش نخلص المخالفه. جيد. تنهي انا السؤال من فضلك. صحيت. فوالا. اللون السياسي تاعك تقول. اللون السياسي تاعك وشنو؟ باسكو يقولوا باللي في فرنسا اسلامي وهنا بروغريسيست ولا ايكي دونك راك شويه انا شوفوا انا ندافع على الحريه الدينيه في اوروبا وندافع على الحريه التعبير في الجزائر انا يا دافع على الحريه الدينيه باش ندافع على الحريه الدينيه على بالكم كي سي يحيى منح المراه جزائرية بدل بس الليقة في إدارة جزائرية أنا قلت المرأة جزائرية راني هنا ونخلص المخالفة ولكن في الجزائر يطرح مشكل ديانة بالنسبة للأقليات استدير نعكس واش يصير مثلا في أوروبا أسكت دافع عليهم ثانية الأقليات سليمان بوحفص تعرفوا اتصلت بعائلته قلت له قلت لها باللي نعاونه ونخلص المخالفة اللي طوها له أنا ما عندي حتى مشكل ما عنديش الدوبل ديسكور في إيران على بالكم باللي ما سمعناكش في قضية الأحمدية مثلا بغض النظر على الاشكاليه اي واحد اي واحد يحترم القانون الجزائري راني هنا وندافع عليه في ايران كنت دافعت على 29 مراه اللي ما بغوش يلبسوا الحجاب ودخلهم الحبس ورحت فم وعاونتهم وخرجتهم من الحبس صح تعرف بانه في في, في فتره من الفترات طرا موضوع الشيعه مثلا في الجزائر ربما السلطات الأمنية عندها تحفظ حول الشيعة وعلاقتها بإيران وعلاقات أجنبية أنت كيفاش تتصرف مع الواقع هذا؟ في الدستور الجزائري نحترمو باش نقعدوا في إطار الأقليات جاوبك جاوبك في الدستور الجزائري نحترموا الحرية الدينية لو كان واحد يتبع الشيعة ولا يتبع هو مسيحي ولا يهودي من حقه وبصح كان شرط لازم ما يعكرش على الدين الاسلام اللي راهنا اللي عندنا هنايا في الجزائر هذا ما كانش حتى عندك ارتباطات مع الخارج؟ لا ماشي كيف كيف لو كان واحد يمولوا من الخارج من امريكا واوروبا ويجي هنايا يدير لنا مشاكل هذه حاجه غير مقبوله مثلا مثلا والاسلاميين يتمولوهم السعوديه مثلا نعم شوف هنايا ما نقبل حتى واحد حتى جمعيه جزائريه اللي مولوها من الخارج المدخليه مثلا المدخليه مثلا الشيخ فركوس اعلن صراحه عن ولا اولي جهات خارجيه انت كيفاش تتعامل مع هذه النقطه هذه صعيبه شويه في فرنسا او في امريكا او في روسيا
أو في صيدن. على بالك باللي العدالة تخدم مع المخابرات، لازم المخابرات هما اللي يديروا لونكيت باه يشوفوا لو كان واحد راهي شوف لا الجوج وحده ما يخدم والو، لا القاضي يخدم مع الشرطه ومع المخابرات. إيه ولكن لونكيت التحقيق يديروا بصح شوف القرار القرار جيد. القرار القاضي هو اللي يديروا. خلاص يعطيكم الصحه على لي كيسيون تاعكم، اون افونسي في ليميسيون تاعنا سي رشيد نكاز. عندنا ان كويز صرا لك في 2017 ولا 2016 وين نجل الامين العام للافلان ضربك في فرنسا وسمعنا كلنا هذيك العباره، اعطيوها لي. شوفوا ما يقتلني، شوفوا ما يقتلني، شوفوا يا الشعب الجزائري، شوفوا ما يقتلني، شوفوا ما يقتلني. تري بيان، دونك حنا واش حبينا نديرو؟ حبينا نديرو ان كويز، بغى يقتلني ولا حب لي الخير؟ نعطيك دي سيتياسيون وانت جاوبني اسكو بغى يقتلك ولا حب يديك الخير. اوكي اوني داكور تري بيان تري بيان. اعطيو لي جينجل ونرجع. سي رشيد نكاز درستك راهي توجع وتروح عند الدونتيست، غير تدخل عند الدونتيست شكون تلقى؟ تلقى عمر سعيداني. هو ما دار لي والو، هو في الحق بغى يقتلك ولا بغى لك الخير؟ ماشي هو فاميلته، ماشي هو. اها دونك بغى يسلكك، بغى لك الخير. ممكن ممكن يطلب السماحه ان شاء الله. صح تكون راقد ويصوني واحد ويعيط لك في التليفون يقول لك بالك تخرج خاطر شفت برا يستناو فيك باش يضربوك. انا ما نخافش، انا شوف انا نخاف لا من الموت لا من الحبس. بغى يقتلك هذا اللي يعيطك ولا بغى لك الخير؟ لا بغى بغاني الخير باسكو لانه على باله بلي رانا ندافعوا على الحق. جيد صح عندك ورد ويجي ولد عمك يحب يصحرك فيه. ما بغاش يقتلني. واش تقول ديما بغيتو ترجعوا للسؤال هذاك؟ لازم ترجع لي الكلمة هذه. واش تقول في هذاك اللي قال عليك مهرج؟ ما على بالوش الدنيا راهي تدور هذا. صحيت. يعطيك الصحة. تكون عند الفارماسيان ويعطي لك في باراسيتامول، فارماسيان وتعطيك باراسيتامول بصح تفيق باللي هذيك الفارماسيان سي نعيمه صالحي. هذه ما نجاوبش عليها. وعلاش؟ على بالكم باللي لازم ما نلعبوش مع الشعب الجزائري، مع التاريخ الجزائري. على بالكم باللي الجزائر امازيغيه ومسلمه، يعني اي واحد ولا اي وحده اللي يبغي يفرق يعني الشعب الجزائري انا هذه حاجة غير مقبولة. دونك انت نعيمة صالحي ما تعلقش عليها. صح واش تقول في صحفيين اللي يقولوا عليك ربما انت ما راكش جزائري سوفيزامون؟ باسبور. شكون اللي دافع على الصحفيين اللي دخلوا من الحبس؟ انا الاول في الجزائر 28 اكتوبر درت ندوة صحفية قلت لهم راني هنا نعاونهم بالدرهم بالمئة محامي بأي طريقة يبقى يخرجهم من الحبس، والحمد لله عدالة دارت خدمتها. جيد. وأغلبية منهم خرجوا من الحبس. صح راك تمشي في الصحراء وراك عطشان. كاينه ولا ما كاينش؟ بون افوكا مي بون بريزيدون جو نسي با. فغي أو فو؟ فغي أو فو؟ معليش راك في الصحراء. سي لو باب كي ديسيد. تبحرت لا قدر الله في الصحراء، تبحرت لا قدر الله في الصحراء وراك عطشان وراك تتمشى وتلقى واحد كون بارازار رافد الماء. يقول لك نعطيك نشرب، مش تشرب ماشي مشكل، بصح راح تولي تابع ليا طول حياتك. واش دير؟ على بالك بلي مشيت في الصحراء. اها بصح ما تبحرتش وما عطشتش. 3124 كيلو. أه. والحمد لله سكان عين صلاح هما اللي طاني الماء وما كانش فيه الغاز الصخري. بصح جاوبني على هذا السؤال، راك حاب تدري بلي حاب تراوغني، مي بون جاوبني على هذا السؤال. يقول لك نعطي لك كلمه ماشي مشكل، بصح طول حياتك تقعد تابع ليا وخدام عندي. شوف لو كان هذا الماء هذا فيه الغاز الصخري نشربه باه نفيق الشعب الجزائري باللي هذاك الغاز الصخري مش مليح للطبقه الجوفيه الجزائريه ونشربه وتموت افيك غون بليزير يبان نفيق الشعب تاعنا. صح بصح ما جاوبتنيش صراحه. نروح لك سؤال واحد اخر. بغا يقتلني واني قابل. تضيق عليك في الجزائر كاش نهار لسبب او لاخر، يعيط لك السفير الفرنسي في الجزائر يقول لك شوف رشيد ولي لفرنسا ونمدوا لك حقيبه وزاريه مع ماكرون. على بالك باللي في وقت ساركوزي بغاو يعطوني منصب وزير وقلت لهم لا انا عندي لي فالور، عندي مبدا وما كان حتى واحد يشريني لو كان هذوك المبدا ماهمش توعي.
دونك جو ريفوزري كاتيجوريكمون. على بالكم باللي انا تنازلت، انا واحد في العالم كامل اللي تنازل على جنسيه فرنسيه في 2013، ما كان حتى واحد اللي دارها. انا زدت فرنسي وزدت جزائري، وما كان حتى واحد في العالم اللي تنازل على جنسيه فرنسيه، ماشي كيما شي ناس اللي عندهم دو ولا تخوا باسبور. وعلى بالك شكون؟ نكمل الاسئله؟ تفضل سي يونس. ضيف عند نسابك، وراك ضيف عند نسابك، ويحطوا لك يحطوا لك بزاف البقلاوه وبزاف زلابيه، يمرضوك، حاب يطيحوك في مرض ديابيت، بغاو يقتلوك ولا بغاو لك الخير؟ لو كان يعطوني زلابيه تاع بوفاريك هما راهم باغيين الخير. هذاك واش عليه؟ صح، راك راكب في طياره وتنوض بزاف داخل الطياره، البيلوت يقول لك يا ودي شد لي كوموند ونطوندو نرقدها ونرقليها بيناتهم. شد ولا ما تشد لي كوموند؟ هذا بغى يقتلنا هذا. صح، واش تقول في فرنسا؟ بغات تقتلك ولا بغات لك الخير؟ راكم شوفوا بلي دخلوني الحبس، شفتوا بلي داروا لي كارد افي هذيك خاطر كي ميركل جات الجزائر. فرنسا تقعد 100 سنه فيها، عمرها تبغي الخير الجزائريين، هذو لازم الشعب الجزائري كامل يدخلها مليح في راسها. سيد رشيد نكاز يعطيك الصحة، الله يسلمك، بارك الله فيك، جسبر تقعد معنا باقي الحصة باش نكملوا مع الزميل تاعنا، معنا المدير تاع السينما تاك تاع الجزائر، راه معنا سي سليم أكار صحفي المعروف، معنا بون مونسيو باسكو تلاقيت به في كان بيدافع على السينما الجزائري ويعطيه الصحة. يعطيه الصحة، راهو معنا، معنا ثاني ريما دخيلي راهي معنا، اقعد معنا سي رشيد نكاز بإمكانك، إذا سمحت تقعدوا انتم معنا، تقدروا تفعلوا معنا في الهاشتاغ، مازال الحال رانا معاكم حتى 12 تاع الليل بيان سور، ما تروحوش بعيد باسكو هكذا شويه راح نقراو لي كومونتير تاعكم، ماشي نيمبورت كال كومونتير، لي كومونتير تاع الناس اللي تكرهنا حسن، حنا اون ديسيدي في مازال الحال نحكوا على لي كومونتير تاع اللي يكرهونا. واش رايك سي رشيد نكاز؟ تقرا بزاف في لي كومونتير تاع اللي يكرهوك. نقرا كل شيء انايا، يعني اللي بغينا واللي موش معنا. صح، نوزالون ديكوفرير ثاني مالا لي كومونتير تاع الناس اللي تكرهنا، جينجل ونعاودوا نرجعوا مع لي هيترز. هذه سبيسيال ليك حسن والي، عندك اون انيكدوت تحكيها لي على 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 عرسك، باسكو انا حسن مقبل قاعد نحكوا شويه على العرس تاعو، وعطاني جو بونس كو لا بلو بيل بروف دامور في حياه البنادم اللي دارها حسن والي، خليكم هو يحكيها. تفضل حسن. القلوبه نو 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 ماج avec ma femme Lehna, oui. On s'est mariés le 2 novembre, on voulait le faire le 1er novembre, c'était pas évident. Et donc on a décidé de faire une fête commune, une seule fête. Il y a des bougies, moi du Tizi. Donc forcément on va la faire à bougies. Et il fallait que je déplace tout le village à bougies. Tout le village, c'est-à-dire beaucoup de familles. On passe à Fichta en plus, il y avait de la pluie. Non, ben, pas que ça. Pas que ça, le riche à Dakar, mais cache le Tralaktrig. Mais il fallait trouver des maisons à Bouin-Tbin, le village. Oui. Donc c'était. Voilà, c'était. Tu as le crédit de Mandar? Non, non, non. J'ai loué beaucoup de maisons. Pour, voilà, pour le village. Le village, voilà. Donc, c'est Kera. كرا كاع الضياف وكرا لهم ديار، دونك فريمون سي ادميرابل واش درت حسن. لي فيك لي بلو ريش كو موا غني عليا شوفوا. نو نو با دي تو، با دي تو، نو نو سي دي مور، سي لو مارياج سا كوت شير. صحيح، الله يبارك. سوليداريتي، احنا برك نقول حاجه، جافي انفيتي ان امي دو تلمسان، سي ان جورناليست، رانا شنو فور نو با سيتي، قال لي نحب نحضر الفاتحه ونشوف يشوف المهر. دونك حتى C'était mon grand frère parce que mon père est décédé. Donc mon grand frère, il est venu, il a mis le dirham sur le tableau, le montant de la Fatiha. Il c'est son grand-père parce qu'il a perdu son papa, qui est un grand militant de la cause démocratique, Yahya Hamouch, à qui je profite, à qui je rends hommage. Il a pris un billet pour lui, un billet pour la mosquée du village. Deux billets. الاخر صاحبي رضا قال لها وانا نعاود الزواج ونديها قبيليه. سليم أكار مسي الخير. مرحبا بك، على بالي كان شويه امبوتياج في الطريق، دونك مرحبا بك. امبوتياج في الليل. في الليل بيان سور، في الجزائر توتي بوسيبل. واش بك؟ توتي في غري. نو مازال 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 راح نقراو لك لي كومونتير تاع عليها درجة. معليش سليم ما تقلقش، برك دوك عندنا لي كومونتير تاع الناس اللي تكرهها مازال الحال، راح نقراوهم بيان سور بكل روح رياضيه، دونك اعطيونا
لو برومي كومونتير اذا سمحتوا. دونك والله حصه في المستوى ندوا الفايده منها، بصح جاب لي ربي فيها شويه الجهويه حتى انتم تخدموا بالعرف. شكون فؤاد بوسبيسي؟ والله ماني والله ما على بالي وراه الجهوي اون توك، يعطيك صح على لا بريمير بارتي تاع تاع التعليق، مي ما كان حتى عرف. كل الناس مرحبا بهم في مازال الحال. عبد اللطيف واش رايك؟ سي كومبليتمون فو. واش ما معناتها العرف في حصه؟ ما فهمتش. فاتت كل الالوان السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه في بيزا معليش في مازال. نحو الكومنتير واحد اخر اذا عطيو لي من فضلكم كومنتير واحد اخر. حصه رائعه لكن اصبحت سياسيه اكثر من اللازم. اتمنى الا تكثر فيها الشتاء، رغم ذلك المنشط يونس رائع. بون كونتينيتي سعيده بال بون. كي جبتني مع الاخر ما نقدرش نقول والو، دونك يعطيك الصحه. ريما عجبتها هذه، ها خيرتي على جال والله ما مش انا خيرتها، مي بعتهم ما قريتهمش. سالم سالم شوفوا نطر كومنتير اذا سمحتوا، نطر كومنتير. ديلام لو غران ريفوزي اون انفيتاسيون ا سو بلاطو. بون وين درنا الروج تسمى سبان، احنا نقدروا المشاهد تاعنا بيان سور، ماشي كيما دام ما يقدرش الناس اللي راهي الياس جو سي واش اسمه animé par ce gamin avec ce jeu avec son journaliste raciste sur Abd Latif. Vive Dilam. J'aime aussi les caricatures de Hicham le Hic. Abd Latif, حاب نسلم عليك. لا لا خلينا نسلم عبد اللطيف باش يفهم باللي خويا هذه سبيسيالمون ليه، وحاب نريبوندي له برك حاجه برك. نو نو جوست لازم نقول حاجه، باسكو حنا كي حكينا على علي ديلام ماشي باسكو نكرهوه، تو سامبلومون باسكو عيطنا له باش يجي لمازال الحال، ما جاش لمازال الحال، مرحبا به في كل وقت انه يجي لمازال الحال. العدد اللي موراه عرضنا له ايك الكاريكاتوريست تاع الوطن، وحضرنا بكل اريحيه وبكل ديمقراطيه. تفضل حسن. انا عبد اللطيف نتعرفوا في الجامعه في الحي الجامعي، هو كان من الضفه الغربيه كان في اللي تدوت كوتي دو باريكاد، ونا بوكو دانيكدوت مي on peut ne pas être d'accord avec lui. Moi, je suis totalement en désaccord avec lui. يعني نختلفوا في كل شيء. Bien sûr. Mais il est tout sauf raciste. حبيت برك لأنه le mot raciste c'est un peu dur quand même. Non, c'est pas un raciste. C'est un adorable. باش الناس تتأكد من الحاجة. Mais moi, je suis tout le temps en désaccord avec lui. Ça fait depuis 15 ans. Politiquement. وتأكدوا من الحاجة. باللي في مازال حال نسمعوا في مازال حال نسمعوا كاع الآراء مهما كانت. Le plus important أنه نسمعوا بعضنا، ماشي باش نضربوا مع بعضنا ولا نقولوا فلان راسيست ولا فلان جهوي. نشوفوا تعليق واحد اخر. تعليق واحد اخر بون هادي عليها بون. كبش زايد فيسبوك يساوي سبع. كومنتير واحد اخر. عبد اللطيف لقيا يا لطيف ديما يحب يحرج الضيوف. ايا كانوا سواء سياسيين او كوميديين او مخرجين او ايا كان حاطينو شغل سانديكا. والله يعي عبد اللطيف شكون هذا؟ هشاموف موف. ريبوندي له. رايو سانديكا كل واحد كيفاش كل واحد كيفاش يشوفها كيفاش يشوفها. انا بالنسبه لي ولا جو أنا بالنسبه لي اقدر في خدمتك كصحفيه. انا جو بوز لي كيسيون كو جو فو. شوف وبكل حريه وعادي جدا ونحترم. اذا جات في اني نصمت بالاسئله تاعي كصحفي فمرحبا بها اللقاء وانا صح لقاء. امير حداد انا مغترب بالولايات المتحده الامريكيه، وبالرغم من الفارق في التوقيت الا انني اتابع الحصه ومعجب بالمواضيع وتبادل الافكار واكتشاف مواهب الجزائر، ربما النقطه الوحيده التي من الاحسن اخذها بعين الاعتبار هي ازاحه اللغه الفرنسيه حتى ولو كلمات واستعمال اللغه العربيه. وشكرا وكالكو بار راني شفتين هنا. لا عايش امريكان هذا. عايش امريكان. ماهوش عايش في القاهره. فوالا فوالا دونك ما باليش ما عايش. ديجا جيتي ايتوني كو ما كانش كومنتير عليا اليوم. اليوم رانا طالعين في عبد اللطيف. نهار عليا نهار عليك. ساميه زعما كي قلت لها ساميه نقصي شويه من السبان عليا شغل دارتها اكستري. لا هضروا عليا وقالوا عليا. لا لا هضروا عليا وقالوا لي جو سوي ان كامان. يونس جوز 3 سمان غير انا في كومونتير. دونك اليوم سي دالتك معليش. كل واحد يدي حقه. اسيم ان بو. ان اوتر كومونتير من فضلكم. هذه الحصه ما عجبتنيش بسم الله، وراني حذفت قناه الجزائريه غير على جال هذا البوليتيك، اوكي؟ وراني كتبت هذا التعليق جوست باش تقراوه. با وي كلختنا، مي هذه الحصه في القمه فور الى الامام. دونك سيتي جوست اون مانيير باش يجوز الكومونتير تاعو.
شاهين مازال الحال مع ولاد فرنسا. وعلاش تعجبني سبيسيالمون انايا؟ لا لا تعجبنا كاع تما هذه تعجبك دونك ما باليش وراه العلاقه مع فرنسا. سا ما تخيست كي نقرا هاد لي كومونتير سورتو هادو مالي فهم باسكو كاين بزاف ولاد فرنسا ولاد تخيك سا ما تخيست عبالي. ميتين هنا سي نورمال باسكو الناس كاع اللي تكتب دوكا في الفيسبوك وينكتب نيمبورت كوا. انا علاش ولاد فرنسا؟ صح باسكو نهضروا لوبجيكتيف 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 سي با دو فير ان ديبا على هاد لي كومونتير مي لوبجيكتيف سي دو دير بون تا اذا مريح ترونكيلمون راك تكتب ما ديرش في بالك بلي الكومونتير تاعك نو ما ديرش في بالك الكومونتير تاعك يروح في الهواء. حنا نقراوه ما عندنا حتى مشكل دوك انا نقراوه بكل روح رياضيه. نشوفوا تعليق واحد اخر اذا كاين تعليق ساميه. ساميه من فضلك اعطيوا لي تعليق. بون هذا لو ميور جاب لي ربي. سيف الدين انتم كذا كذا كيما راكم قناه كذا دوك هذا كاع طيح. ما عندوش السيف هذا السيف الاسم برك دوك لا بروشين فوا لا بروشين فوا وي عنده ديجا بالك جوبونس انا اللي قلت له جام مي انا لا بروشين فوا يا عاودوا يخرجوا لي كومونتير سمحوا لي لا بروشين فوا اذا سمحت والله غير نجوزوا الكومونتير تاعك جوج دير تصويرتك ودير اسمك الكامل هذا ما كان شو الكومونتير لك تقرا فيه لك تكتب فيه بالك يطيح فيه خوك باباك اختك يماك اي واحد دونك سانسيرمون بصح ما تفلوتيش حطوا كومبلي كي يحط تصويرته ويحط اسمه الكامل حطوا الكومونتير كومبلي هيا شيش سيف الدين اوكي سي بون خلاص كملنا تعليقات كملنا تعليقات تري بيان دونك يعطيكم الصحه اللي تبعتوا معنا التعليقات تاع الناس اللي كرهونا مي حنا نحبوكم تاكدوا من هذا الشيء جينجل ونرجعوا. ريما ما عرف ما والو اسكو شفتي حصه في حياتك وين يقراوا لي كومونتير تاع الناس اللي كرهوهم؟ هذه تكزيستي غير عندك انت برك قادرين يبدلوا الحصه يجيبوك انت ديرها. اه تخي بيان تخي بيان هذيك ما عندهاش. فون دو لا ديريزيون كيما انتم. داكور دونك ماشي باش. جو فولي جوست بريسيزي حاجه سي كو بيزارمون اللي يشوفوا اللي كومونتيو بزاف في لاباج فيسبوك تاع الجزائريه وان سي بلوس دي زارابوفون كو دي فرانكوفون. اهي دونك ريماركيت سي بور سا كو بزاف الناس يحبوش كو لي زانيماتور ولا لي كرونيكور يهضروا بالروميه. صح جي تروفي سا بيزار كو لاشين جزيري وان يتبعوها لي زارابوفون با لي فرانكوفون على بالك لو تيلي سبيكتاتور الي ديفيزي. ماهوش بالضروره. ماهوش بالضروره. مي دون لونسومبل دون لونسومبل. سالم بالك اللي راهم يشوفوا اي سون با ارابوفون اي سون بلوس ارابوفون كو فرانكوفون مي ليميسيون ليميسيون جايه لكامل الناس لكامل الجزائريين والجزائريين كاين ديزارابوفون كاين ديزارابوفون. القاعده تقول الضيف تاعنا لازم يكون هنا باش نبداو الحوار معك دونك نكملوا في الحوار لكن سليم تفضل معي تفضل تفضل نتبع برك لي كومونتير سور لي شان لي كومونتير سور لا شان نهار سي توس ماجوريتارمون ديزارابوفون شروق والجزائريه مي دزاير تي في بيزارمون لا ماجوريتي سي دي فرانكوفون. جاي سليمه كاع يعطيك الصحه انا حبيت نقول لك برك باللي لازم تقعد معنا هنا باش نبداو الحوار مع مدير متحف السينما الجزائريه اليوم سليم اغا راه مدير متحف السينما الجزائريه مدير تاع السينماتيك تاع الجزائر ومازالك دائما صحفي وكنا متشرفين انك كنت معنا البارح مشي البارح العام اللي فات في مازال الحال في الموسم الاول تاع مازال الحال دونك واش تعليقك هذه سي لا بروميير اباريسيون جو بونس بعد صافي بيزار صافي بيزار d'être chroniqueur et aujourd'hui d'être invité ou d'être face au chroniqueur. Voilà, ça fait bizarre. Ça fait quoi ? Je te dis que ça fait bizarre. Non, mais ça fait quoi que tu rencontres les journalistes ? Non, c'est bien, c'est toujours bien. Tu trouves ? Tu me trouves ? Non, pas du tout. On a gassé des collègues. On a fait des collègues. Moi, je suis participé à des émissions qui m'ont l'air. Ce n'est pas ça qui inquiète ou là, qui dérange. Mais ça fait bizarre qu'ils travaillent. برسكو شحال خدمت شهور ونص هكذاك هكذاك وي كرونيكور من بعد تفي انفيتي كوم انفيتي دو ليميسيون سي لا بروميير اباريسيون قول لي سليم جي في دي اباريسيون ان طونك ديريكتور تري بيان مي سليم اغار اليوم كيفاش استقبل تعيينو لمدير كمدير لمتحف السينما الجزائريه اسكو كنت تسناها ما كنتش تسناها حكينا سانسيرمون اولا باش الناس تعرف لا بروبوزيسيون ما ايتي فات يا بلو دون اني دونك اون ما ابلي اون ما دي اسكو فوز ات ديسبوزي ا تونير لا سينيماتيك او ديبار جي دي نون سي با مون تروك دتر فونكسيونير دتر ديريير ان بيرو اكسيتيرا باسكو انا
خدمت 6 سنين دون ان ايتابليسمون ديبلوماتيك كوم فونكسيونير اي ابري جي اريتي تو جي في دو لا رياليزاسيون وليت للصحافه وللتيرا مي سكي ما انتريسي سي بوكو بلوس لو تشالنج تاع لا سينيماتيك باسكو كانت مؤسسه واحده اخرى ما نقبلش مي لا سينيماتيك باسكو هي لا ميموار او الذاكره تاع السينما الجزائري والسينما العالمي دونك لا سينيماتيك سيتي بوكو بلوس بو موا ان تشالنج كو une fonction quelconque. و ما بالاش انت كيفاش لقيت لا سينيماتيك كي دخلت لها يعني الحاله اللي وقفت عليها في لا سينيماتيك مليحه ماشي مليحه عيانه كاينه خدمه كبيره يعني واش كاين خدمه كبيره ماشي عيانه 100% مي كاين خدمه كبيره باسكو لا سينيماتيك ما تنساش الناس كاع عن بالهم لا سينيماتيك سي سولمون لا سينيماتيك دالجي اور سي فو لا سينيماتيك سي عندي 12 صاله قاعه تحت اشراف المركز الجزائري للسينما كي لابيلاسيون ريال تاع لا فونكسيون لانستيتيوسيون كو جديريج كي لو سي ا سي لو سونتر الجيريان دو لا سينماتوغرافي عندنا 10 سينيماتيك اكطوالمون اون اكتيفيتي سي لانستيتيوسيون اللي عندها لو بلوس دو سال دو ريبيرتوار نعم اوسي كاين دي سال اللي يمشوا مليح شحال فيها مديت شي على الريبيرتوار تاع السينيماتيك شحال عندنا 12 صاله زوج راهم اكطوالمون اون رينوفاسيون و10 راهم يمشوا و اون ا اون برينسيپ 20 سال Les autres salles sont fermées pour des raisons administratives, de bâtiments, de restauration. Uh-huh. Donc, mais on a actuellement 12 salles pratiquement en activité. Très bien. Abd Latif, Salim Agar, tu sais, un صحفي اللي خدمت معاه ولا تسمع عليه ولا قريت له. Donc, نخلي لك المجال. Salim, قبل ما نبداو درك جات لي لا كيسيون في راسي سليم اغار لا فيرسيون تاع اغار بالعربيه سي كوا اغار الاسم اغار اغار هذا واش حبيت دي فوا كي ما كاش الكا هذاك تاع تلت نقطات فوق القاف عقار عقار كل يوم ان شاء الله نو تكسب عقار 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 معليش جو بريفير نقول لك عقار لا بروميير كي جيت ديريكتومون لا سينيماتيك كاين بزاف ناس احتجوا ما حبوش سليم عقار يكون على راس سينيماتيك هذا الاحتجاج انت كيفاش عشته دابور جو بوز لا كيسيون انت كيفاش شفت هذاك الاحتجاج ساتايتوني نو انا كمتابع انا ما نعرفش مليح علاقتك بهذوك الناس بالناس اولا وما نعرفش لانه مثقفين ناس متبعين اهل الثقافه اهل الفن ما نعرفش علاقتك معهم وما نعرفش لو سافوار فير تاعك في السينيماتيك دونك اي سو بو يكون عندهم صح دونك ما تعرفش السافوار تاعي في السينما بيان سور انا نعرفك كناقد سينما لكن كاداري الان تتسير لا دابور نتفاهموا ما ان مون با كريتيكي En tant que directeur de la Cinémathèque, j'ai été critiqué beaucoup plus pour mes écrits. En tant que journaliste. En tant que journaliste et critique de cinéma. Où est le mouchkil entre une dizaine de personnes ? Je ne fais un mot. Donc la dizaine de personnes que j'ai critiquées dans mes écrits, dont j'ai dénoncé certaines dérives dans leurs films. Mais bon, ça reste des critiques de critiques. Pour eux, être à la Cinémathèque, c'est une... C'est une anomalie, mais ça reste. Est-ce que tu vois comme les gens, يعني c'est rare ou intra, يعني directement dans la nomination. Dans le sens de la cinémathèque. Mais j'ai pas dit que le kharj a dit pas du tout. Chaksien ou la. Parce que quand tu as un شخصية أكثر من مهنة. ما جرحتكش؟ كونترير مصطفى بن فضيل. أفيكي جي أوكان بروبلام. كومام سي شخصية مهمة. أفيكي جي أوكان بروبلام. كي يخرج ضد سليم عقار. يفو لو بوزي لا كيستيون علاش؟ أنا جي أوكان بروبلام معاه. يحتج أنك ربما هو يشوفك ماكش أهل لا سينيماتيك. بصح أنا ما عندي حتى مشكل مع مصطفى بن فضيل. بالك مع بوكل. لا هو على باله مليح بصح ما خليتنيش نكمل عبد اللطيف ما خليتنيش نكمل تفضل تفضل سالم كيما قلت لك جي ان بروبليم اون ديزان دو بيرسون سي تو لو ريست
ils ont été influencés par leur communiqué, par le reste, etc. etc. Mm-hmm. Ah, je suis pas quelqu'un qui atterrit comme ça à la Cinémathèque. Je suis réalisateur depuis une vingtaine d'années. Mm-hmm. J'ai fait 6 documentaires. J'ai organisé 6 éditions des journées cinématographiques d'Alger. Certains pétitionnistes ont été récompensés dans des journées. C'est documentaire, mais c'est pas quelque chose. Je suis désolé. Mais quand tu as dit c'est documentaire, regarde. Allez, non. Donc, c'est documentaire, fait 20 ans. Mais c'est 20 ans, non. Vous avez dit 6 documentaires. Oui, 6 documentaires, oui. رياليزاتور دو بيو معليش خلينا نسمعوا الاجابه كمل ما تقاطعنيش لا خلينا نسمعوا الاجابه كامله تاع سالم moi je suis dans le monde journalistique depuis presque 25 ans critique de cinéma depuis des années je connais le monde du cinéma je connais le monde des festivals le monde des institutions de cinéma la production etc. c'est-à-dire que donc où là ça les dérange que quelqu'un qui connaît le cinéma soit pas à la tête de la Cinémathèque là il y a un grand problème Mais je pense que là, ils ont beaucoup plus un problème avec Salim Aga qu'avec la Cinémathèque. Parce que la majorité d'entre eux n'ont jamais défendu la Cinémathèque. La majorité de ces gens-là, oui, nous, qui est la Cinémathèque pendant une dizaine d'années, elle était dans l'ombre, elle était dans le noir. Oui, nous. بالك ما قبلوش بالنسبة لهم ربما ما قبلوش أنه كيجي سليم عقار تبقى دون لومبر لو بلوس ابسولو بالك هذا وراي بالك اون فيرا مي فو جوجي سور لو سور لو ترافاي اون اوتر كيسيون اون اوتر كيسيون سي عقار جوست ابري لا نوميناسيون تاعك على تيت دو لا سينيماتيك درت ان سونداج ان بو بيزار انا درت سونداج وي لي دي ميور انيماتور في قبل وي انت كان على بالك بلا نوميناسيون تاعك وي مي قبل صح معليش قبل اوكي قبل معليش نكتب قبل معليش قبل اه يا خلاص اوكي انت درت سي ان بو بيزار اسكو سي نو سولمون سي ما تقبلش انك تقول دي انيماتور هما لي ميور يا غير هما ما جاياش ما قلتش لي ميور Les 10 meilleurs présentateurs d'émissions du paysage audiovisuel algérien en 2018. Ça dérange. Oui. Ou alors ça dérange que Younes soit. Non, ça me dérange pas. Abdelatif. Abdelatif. C'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre parce que quand elle a balak belli, راك رايح لا سينيماتيك وهذو كلهم رؤساء تحرير كلهم دي زانيماتور انا جامي شفت واحد جورناليست معليش جامي شفت واحد جورناليست لا جامي شفت واحد جورناليست اي دينونس لو فيت كون اون فالوريز لو ترافاي دو سيرتان نو با مي كوليغ نو هاك دي فالوريزي سي عكار دي فالوريزي نو جامي كوليغ تاعك هنا قلت له علاش درت سونداج دقيقه برك شوف سي عكار اي سون توس mes amis tous انا غير نحيني من ليستا نحيني من ليستا ماك صاحبي بصح هادو كاع ما عجبوك ماشي يونس صابر شريف هذا بالعمر حمصي داني بلا كباش قاده وهذا ماشي ملاح كاع سيدي نو ماشي سي كوا البروبليم انت درتو بيني انا نسالك سؤال مباشر انت تبان هضروا عليه دي زانيماتور قال لك بنيه مبيته باش يشري معانا المعرفة ويولي يحضر في لي بلاطو ما كاش منها ما كاش منها خلينا نسمعوا الجواب عبد اللطيف يلا لا 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 اسمح لي درت اشاره لا اصبر دار اشاره سيميولوجيه خطيره دوكا باسكو واش دار قال ها ما كان والو اش عندك وانا نقول لك الجوز سالم اربع سمانات واقي كثر اربع سمانات كي خلصت لا بروميير سيزون دقيقه كي خلصت لا بروميير سيزون قلت له عبد اللطيف قلت له سليمه قال اروح معليش هذا كضيف لكن دونك ما عنده حتى علاقه ما عنده حتى علاقه كاش منها باسكو انت ما تتبعش مالوريزمون واش انا نكتبه لا باسكو انا هاد لي سونداج اسمح لي خلينا نسمعوا الاجابه صح نديروهم شاك اني افون لا فان دو لاني ديسمبر شكون اللي دارهم نديروهم حنا في ديا في لو سيت ديا كيفاش ندير وحدي يا بليزيور كيفاش ديرهم سي اون ايتود عباك حاجه كيما هذه سي اون ايتود حنا كيفاش اسمح لي حنا كومون اون في سور لا باز قال ليميسيون سور لا كاليتي دو شكون اللي فوتي كيفاش فوت سي ان سي 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 س
تفضل سالين. علاش راك كونتر هاد لا سيليكسيون هذا؟ واش مانيش فاهم. مانيش كونتر التوقيت، راني كونتر التوقيت. بصح انا درت، اسمح لي انا درت دوطر سونداج لي دي ميور ريزالت، لي دي ميور فيلم، لي دي ميور كوميدي. قناة البلاد، ما فيهاش دي زانيما دو بون زانيماتور. فيها بصح ils sont pas parmi les 10. Ils sont pas parmi les 10. Ils sont peut-être 12e. C'est pas bizarre. C'est pas bizarre. Non, voilà, مشكل. Voilà, مشكل. ما عنديش مشكل. C'est un peu bizarre. بصح هادو هادو ما. Ils sont pas crédibles pour toi. C'est pas une question de crédibilité. Il y a un timing. Il y a un timing de sondage. Mais qu'est-ce timing? C'est timing, on le fait. C'est sondage par rapport à. Mais je fais le cinéma. Et c'est agar. صح مازال ما سمعنا، سؤال وجواب. انا نسمعوا في اخ دورة. معليش انا عطيتو سؤال. معليش اسمع. داكور اسمع، عطينا سؤال وسمعوا الجواب تاعك. سي عقار. تكرشوار. إلا جامي. تخي خبر. انت سليم ناقد سينمائي. طبعا. وزارة الثقافة اللي الآن أنت تابع لها سانسورات الفيلم تاع العربي بن مهيدي تاع بشير درايس، دارت فيه 35 سانسور، يعني وجهنا بشير درايس تحدث على السانسور هذه اللي تعرض لها. هل اليوم تقدر تنتقد وزير الثقافة وتقول له خلي المبدعين يبدعوا، ما عندكش الحق سانسور؟ دابور تو مال انفورمي. C'est pas Wizard Thaqafa, c'est Wizard Mujahideen. C'est la commission, mais chez 35. Là, c'est pas des censures, c'est des réserves. Ou 45, mais c'est des censures, c'est Mahom Bachir Drais. Malish, les censures. 45 réserves avec le Wizard Mujahideen. Wizard Thaqafa, il est producteur majoritaire. Ou lui, il te bat ou chez Koulou Wizard Mujahideen. Ou la Kaloulou. Les réserves, il y a des réserves sur ce film. Et c'est n'a pas le film. لي ريزيرف سوا لو على بال هذه الاجراءات. انت واش رايك في لاسونسور؟ كيفاش واش رايك في لاسونسور؟ في هذا الفيلم؟ وي في هذا الفيلم العربي بن مهيدي. تو كوني مون افي سور سو فيلم. وشنو هي؟ انا تو كوني مون افي سور سو فيلم. دار ديبا، مع بشير درايس. انايا قلت له للدرايس ونقولها لك ونزيد نقولها لك اليوم، انا ماذا بيا الفيلم يخرج. علاش؟ باسكو لو بخومي كيما راهو بدون لي ريزيرف. وي باسكو لو بروبليم، انا قلت له البشير، قلت له كان يخرج هكذا سي با وزاره المجاهدين كي لوغا ديغيغ لوي. داكور. سي تو لي جون كي سون بوتيتر مال مونتخي، مال فيو، مال انتربريتي دون لو فيلم كي فون اتاكي بشير درايس. انا جو بونس كو او كونتخير وزاره المجاهدين اساي دو بروتيجي بشير درايس دي اتاك دو سيغتان بيرسوناليتي هيستوريك دون لو فيلم. تخي بيان. فوالا. يعطيك الصحة عبد اللطيف. حسن. مازال ما كملتش بصح معليش. واش في الصباح انت روح وجيب تقول لي مازال ما كملت؟ تفضل حسن. ندي شويه ماما معليش. بيان سور بيان سور، خذ راحتك. وي حسن تفضل. روح حسن طرح سؤال. ويسمع فيك ويسمع فيك. راه باحث انا، جيبونا شويه ماما من فضلكم. نبدا برك بالنقطة الأخرى اللي حبس فيها سي سليم عقار. نعم. قال لو كان خلاو الفيلم يخرج إلورا بوكو جون كونتر لوي. لو فيلم Moi, je ne suis pas critique cinéma. Tu l'as vu, le film, film. Non, non. On l'a vu. Je n'ai pas vu le film, mais je n'ai pas fini. Je dis, un film, je ne suis pas critique cinéma. Je suis un cinéphile, j'adore le cinéma. Fait, je consomme du cinéma, j'adore. Le cinéma, un film, il n'est pas là pour plaire, il est là pour déplaire. C'est... Tu l'as dit déjà devant Jafar Gassim. Non, devant le ministre. Non, Jafar Gassim. Voilà, ça veut dire que je ne change pas d'avis. Je reste cohérent. Les Américains diraient le contraire. Alors, le cinéma, un film, c'est pour plaire, pas pour déplaire. Non, non, non. Mais le bon, cinéma, le roman... parce que le cinéma, c'est quoi? On dit quelque chose qu'on ne peut pas dire directement dans un discours. Le roman, c'est la même chose. La chanson, c'est la même chose. C'est ça qui fait avancer les sociétés. C'est ça qui fait progresser les idées dans la société. Chez les traînés, le moujtamaat, le cinéma, c'est la controverse. C'est les polémiques. Pas du tout. Le cinéma, c'est séduire. C'est plaire. Le cinéma, c'est la distraction. Vas-y, allez-y, vas-y. Alors, plusieurs messages. Mais je veux dire... Une partie du cinéma, disons. Voilà. Mais je veux dire, le cinéma... Non, non, je parle dans l'absolu. Le mot là. Le film, خلي الجمهور يحكم d'abord. Il y a beaucoup de films, exceptionnels qui étaient combattus par des personnalités, par le public, mais des années après, on par se exemple, qu'il y a beaucoup de films. L'Ouahrani, pour ne pas citer que ce film-là. Oh, là, il y a toute une polémique, interdit et tout, mais oh oui, le mal,
d'apporter un Wahrani, pardon, Wahrani n'a pas été interdit, au contraire, il a été montré. Jeddah a été combattu, pas interdit. Voilà, voilà, combattu. Exactement. Il a, parce qu'il il montre aussi d'autres facettes de notre révolution, qui sont vraies d'ailleurs, qui sont vraies. شكون دال لي ليسونس باش دير لي باريستورون باش دير القهاوي ليسونس طونوبيل وسؤال حسن المجاهد انا ما نحكيش على لا سينيماتيك لو مينيستر لا كولتور عنده صلاحيه يعين اللي يحب في لا سينيماتيك جو نو كونتيست با سو لو شوا سيت بريروغاتيف اللي ليبر ابري Et on verra son bilan au bout d'une année, deux ans. Je ne sais pas ce qu'il va faire. Je ne juge. Mais j'ai une remarque ou là une discussion. Une discussion. Ce que je peux reprocher à Salim Agar, le journaliste, je le dis avec beaucoup de respect, hein, sans animosité, sans arrière-pensée, c'est que vous étiez journaliste, en même temps homme de cinéma, vous avez utilisé votre signature en tant que journaliste pour critiquer, pas critiquer des films, mener des campagnes contre des films, des campagnes et d'ordre idéologique. Vous défendez dans le même article signé par vous-même un film que vous avez vous-même produit. Je prends le dernier exemple, c'est le Festival international d'Oran. Donc, vous avez question pour avancer, Hassan, s'il te plaît. Pour avancer, oui. Je veux dire, il y a un sérieux problème d'éthique. Oui. Il y a un sérieux problème de... Le conflit d'intérêts, Habib Koul ? Plus que conflit d'intérêts. L'éthique, c'est plus important que le conflit d'intérêts. Salim, il faut que Salim. Bon, je peux être précis, parce que je pense vraiment. Oui. Qu'il y a un film de Moukhraj Malik Ben Smaïl, oui. Sur le Thawra, où Salim Agar شارك في المهرجان film تاعو. ولكن استعمل المنصب تاعو كصحفي في الموقع تاعو باش ينتقد مش كريتيك سينما ينتقد اون كريتيك ايديولوجيك سي سكون ابل دو لا بروباغاندا طيب واضحه واش رايك سليم المخرج باش يقول لك نعم. كيفاش المهرجان يمد سليم واش رايك في الكلام اللي يقول فيه لو يقول فيه حسن سابوز ان بروبليم ان سيري نسمعوا الاجابه تاعو دابور لارتيكل اللي تهضر عليه سيتي ابخي لو فيستيفال ben oui après les donc, prix après donc, les prix oui après la compétition oui D'accord. Oui. Ça veut dire après la fin de ma mission de réalisateur dans le festival. Donc j'ai repris ma plume de critique pour écrire sur quelque chose ou un fait que j'ai dénoncé. J'ai le droit de critiquer. Voilà, Smaïl. Entre Malik Ben Smaïl et moi, il y a, si tu veux, une concurrence intellectuelle et artistique. D'accord. Je ne sais pas ce qu'il y a entre vous. Non, mais c'est le problème est là. C'est que vous ne savez pas. Curieusement, on a fait un documentaire chacun sur la même thématique, la bataille d'Alger. Lui, il a fait la bataille d'Alger dans l'histoire, qui parle de la politique dans la bataille d'Alger. Et moi, j'ai fait l'histoire du film La Bataille d'Alger qui parle des techniciens, des comédiens, 50 ans après, qu'est-ce qu'ils sont devenus, eux qui ont travaillé dans le film La Bataille d'Alger. Bel festival déjà, ce que tu ne sais pas. Et c'est ça le malheur, c'est que beaucoup de journalistes m'attaquent, me disent, voilà, tu as critiqué Malik Ben Smaïl. Mais Malik Ben Smaïl. Moi, je ne vous ai pas attaqué. Hein. Mais allez, machine-ta. Voilà. Quelques personnes. Moi, je dis ce que je pense. Beaucoup de gens. Allez, Balak, Hanaya, tous les deux, il y avait, si tu veux, une concurrence cinématographique entre nous sur un thème. Lui, il a fait un film produit par Canal+ et des chaînes françaises et suisses et qatari. OK. Et moi, j'ai fait un doc produit par la télévision algérienne. Quand j'ai déposé mon documentaire au niveau du Festival d'Oran, il a fait toute une pression pour que, justement, mon film ne rentre pas en compétition avec lui. Adi Wahda. Secondo, quand moi, j'étais à Oran, son producteur a tout fait pour que son film passe dans la grande salle du Maghreb deux fois de suite, et moi, je suis passé dans la petite salle dans la cinémathèque d'Oran. Donc, il y a eu quelques couacs, quelques cassures entre... Khalil Kemal, s'il te plaît. Il y a eu quelques, disons, coups bas, entre guillemets, pas de Malik Ben Smaïl, c'est beaucoup plus le producteur, sur le film parce que je dérange.
parce que j'ai fait un film sur la bataille d'Alger, sur la même thématique. Mais la différence entre moi et Malik Ben Smaïl, c'est que j'ai eu le droit d'utiliser les images du film La bataille d'Alger de Gillo Pontecorvo, oui. contrairement à lui, qui n'a pas eu le droit Je dis tout simplement. Je t'explique l'article dont tu parles. L'article dont tu parles, je l'ai écrit après la fin du festival. C'est mon droit d'écrire. إذا سمحتوا مور الفيستيفال مور الفيستيفال خلاص لا كومبيتيسيون الكيرا خلاصت اكسيتيرا باتاي دالج خلاصت دونك سي سي سور سا يلا تفضل نو 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 اون بريسيزيون كونت اوني جورناليست سي بور سا سا بوز ان بروبليم ديتيك لا كومبيتيسيون ايت اون بون شوز شوف جوستومون اسمح لي اسمح لي بروبليم ديتيك اسمح لي ايكوت مو ايكوت مو حسن حسن فقه حسن ريغلومون دو كونت وين انا سي با دي ريغلومون دو كونت جو تو ديفي سي سي ان ريغلومون دو كونت بوكو ما تاب ما با اتاكي اون ديفام مي جاب لي ربي جاب لي ربي حسن اسمح لي جي كريتيكي جي جي كري لا او سا في مال سي سا كي ديرون جي كري لا او سا في مال يا قضيه مهمه ماشي قضيه مهمه دون سو سون باختصار حسن باش نعطيني اسمح لي اسمح لي تفضل اسمح لي باكي نكمل اسمح لي يونس نو مي شتي دي كيسيون ديتيك يلا C'est pas la question de si. Le problème, je vais te dire, le problème, excuse-moi, Hassan, le problème, c'est que beaucoup de gens me reprochent d'être à la fois journaliste et réalisateur. Moi, je ne vous reproche absolument rien du tout. Tu deviens réalisateur, tu n'as pas le droit d'écrire sur les autres. Absolument rien du tout. C'est pour ça que je viens discuter. Justement, معليش بون شنو نقول جاب لي ربي انا السؤال تاع حسام باش ما نعاودوش نوليو نحكوا عليه فقط بانه سي في لا كومبيتيسيون مليحه مي ابري اسكو مثلا عندك الحق انك كان عندك قلم صحفي تستعمله باش تربح شويه في لا كومبيتيسيون هذيك شوف استعمل لا 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 المقال خرج يقول يتهم اللجنه وي التحكيم يقول كيفاش يمدوا الفيلم ان بري الفيلم ابري لا سون ستيل ديكرير تبع فرنسا ولاو يخدم فرنسا ما يخدمش الثوره الجزائريه سي اون تيرمينولوجي اف ال ان دي زاني 70 و 80 ويدافع على الفيلم نتاعو هو خلاص سي تادير اخلاقيا ما تخدمناش انا اسمح لي اسمح لي اسمح لي اسمح لي واش تدي في حسن 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 ابارامون ما قريتش الارتيكل تاعي ما قريتش واش تدي في دو لو ليغ جوسكا لا فان اسمح لي اسمح لي نو نو ما قريتوش جوسكا لا فان معليش اسمح مي حسن سي بون غلقوا هذا الملف من الورد تاعك ابارامون ما قريتش الارتيكل حتى لا فان جو ني جامي كون جيكري سور مالك بن سمعي جو مي سيت جامي سي سي نورا كرال خلاص معليش فهمنا الحكايه هذه تين هنا تفضلي تين هنا تين هنا تين هنا هاني نروحوا للفن السابع والله ما زلنا سمعنا الفن مازال سمعنا الفن مازال مي جو سوي لا بور ريبوندر او كيستيون ميم لي بلو كريتيك اي لي بلو ميم يا ريو مي جو سي كو هل فا ايت دوس جو سي جونتي تو فا ايت دوس اي سي ميم بلي هي ان فا ايتر دوس بقى ويشكر فيها واش دخلك يا سيدي ويشكر فيها سات ديرونج سات ديرونج دونك نديرو غدو ارتيكل ميور انيماتريس تاع الجزائريه وان يلا تين هنا Allez, on va retourner à la cinémathèque. Oui. Donc, félicitations déjà pour le nouveau poste. J'ai pas eu l'occasion de te le dire. Fuya. Fuya. حسن عبد اللطيف والو يا حبيبي قلت لك حسن عبد اللطيف هو يعرف علاه ويلي جورناليست ابخي تو جورناليست كوم و جو نسي با انا بتات كو فولافي فيليسيتي وانا ما كونش انا دوك جو لو فيليسيت باسكو ما تلاقيتش فيها سي جونتي سليم حبيت تسيك معليش وي بوكو تو انلفي التوربون اه باسكو جي فو مونتري مي شفو اه tu es magnifique tu es magnifique merci c'est gentil c'est gentil allez نعاودو نرجعو simple comme réponse quand même simple comme réponse ah bah oui parce que je suis libre parce que je suis une femme algérienne libre allez نعاودو نرجعو la cinémathèque donc شفنا بلي la cinémathèque avant بالك j'ai pas eu la chance نعيش les années d'or تاع la cinémathèque mais sous Boud Boudjma oui. Karesh, qui est vraiment un pôle, la cinémathèque algérienne, qui est un pôle qui fait le kathir de les fennanines ou les réalisateurs qui jouent du monde entier, les films. C'était vraiment en effervescence, mais genre extraordinaire. Moi, je n'ai pas vu, j'ai eu l'écho. Donc, l'yom, la cinémathèque. Bien sûr. Et nous avons retrouvé la dessinée noire, l'Ocherie Saouda, où tout a reculé. C'est un secret pour personne. Lyum, la cinémathèque, elle bouge
un petit peu نروحو من داك ما نروحوش مي سي فريمون تيميد بارابور كيفاش كانت سي فريمون تيميد اليوم سليم اغار راهو معين على راس لا سينيماتيك وشنو هو البروجي تاعو على راس لا سينيماتيك وشنو هما العفايس اللي حاب يزيدهم ولا il pense que حيزيدهم لا سينيماتيك شوفي دابور لا سينيماتيك سو ني با سولمون لا سينيماتيك دالجي باش نفهموا كاين انفيرون 15 non il y a 12 salles qui sont actuellement 12, en service 12 salles. Dont 2 sont actuellement en rénovation. Nous avons des salles qui sont très actives. La plus active reste celle de Béjaïa. On va à Alger, Oran, Tizi Ouzou, Annaba aussi. Nous avons Tlemcen, c'est une belle salle à Tlemcen. Malheureusement, sur les 10 salles, nous avons que 3 salles qui possèdent un DCP. Aujourd'hui, on ne peut pas projeter des films sans DCP, surtout les films récents. Donc, c'est un des problèmes. Un des projets théoriques d'abord d'équiper. La cinémathèque d'Alger de DCP, la cinémathèque d'Alger de Tizi Ouzou et de Constantine, qui va être réouverte bientôt, qui est l'un des joyaux de la cinémathèque algérienne. Il y a le problème d'équipement. Écoutez, Adré, la période Boudj, dont je salue franchement, quand j'étais jeune, je fréquentais souvent la cinémathèque et Boudj m'a vraiment fait aimer la cinémathèque parce que c'était un bon animateur, il sait présenter un réalisateur, il sait faire un débat et il a dirigé... Il a quitté quand même avec amertume la cinémathèque. Alors, je sais comment il a quitté. Il a dirigé la cinémathèque en tant que directeur de 1971 jusqu'à 2004, plus de 30 ans. La période des Ken Feha, c'était la période d'or du cinéma en Algérie, pas seulement de la cinémathèque, parce que tu as vu la cinémathèque, c'était la seule salle, le pôle attractif du cinéma mondial. Tous les grands réalisateurs, Youssef Chahine, Wim Wenders, Bernardo Bertolucci, Ettore Scola, Josu Gamintem. Je suis en train de conclure. Mais cette période est révolue. Aujourd'hui, la décennie noire a cassé la cinémathèque, a cassé toutes les salles d'ailleurs. C'est un secret pour personne. C'est un secret pour personne. On avance, Salim, on avance. On a perdu les réflexes de la salle obscure. On a perdu le réflexe d'entrer, d'aller au cinéma. On a perdu aujourd'hui. Mm-hmm. La cinémathèque, c'est dire 2 séances par jour. Ce qui est normal. La cinémathèque, une pancarte. T'as les horaires, les annonces, t'as les films qui passaient. La dernière séance, c'était 22h30. Aujourd'hui, la rue d'Isley, t'as à 7h30. Exactement, oui. Donc, la ville est morte déjà. Ça, c'est l'effet de la décennie noire. Il y a un autre effet aussi. C'est que les gens ne vont plus au cinéma parce que il y a d'autres concurrents au cinéma. C'est un secret pour personne. Les gens, ils ne vont plus. Les gens, la cinémathèque est concurrencée parce que dans les années 70, le seul écran qu'il y avait pour voir des films occidentaux, c'était la cinémathèque. Où il y a les films égyptiens, où il y a les films de grands cinéastes russes, suédois, allemands, c'était la cinémathèque. Aujourd'hui, tu as l'Internet, tu as le satellite, tu as Netflix, tu as plein de paramètres. Maintenant, comment on va ramener les gens? C'est justement ça ma question, voilà. Salim. Comment il va ramener ces gens-là où ils vont rentrer la cinémathèque? Anna Kijit, quand nous dirons les projections en DVD. D'abord, ça, c'est une défaillance. Parce que le DVD, ce n'est pas la cinémathèque, c'est le 35 mm. Nous, pour ton information, nous sommes la première cinémathèque d'Afrique et la première cinémathèque du monde arabe. La plus ancienne, elle date presque dans le monde, on était la deuxième cinémathèque la plus ancienne au monde, après la cinémathèque française. La cinémathèque algérienne a été créée en 1965. 65, voilà. Okay. Avec Ahmed Hossein. Ahmed Hossein, oui. On a dans les locaux de la cinémathèque, les locaux de plusieurs, parce que chez la Bibliothèque nationale, où là, on a plus de 60 bobines de tous les films. Ces 60 bobines n'ont pas marché à la cinémathèque pendant plus de 10 ans, certains plus de 20 ans. Donc, une bobine, si tu ne la fais pas marcher, elle va mourir, elle a une durée de vie.
D'accord. Donc on a perdu tout ça, Doka. Mais on n'a pas perdu, non. Nous sommes en train de revivre. On a tel qu'un exemple. Cette semaine, j'ai lancé un cycle fait en Hamama. Parce que nous, on veut faire revenir vers les cycles. Mm-hmm. Parce que ce qui manque aux téléspectateurs ou au public, bah oui, c'est de découvrir le cinéma d'avant. Voilà. C'était une sorte de club. Tout genre, à fait, tout à fait. C'était vraiment... Lyoma, les clubs ont été censurés, on est bien d'accord. Ouais, à la belle que le club Cinuvert, le club... Eh ben, pour ton information, le club Cinuvert va organiser ce samedi, avec nous, un ciné-club pour montrer le documentaire de France Fanon. Très bien. Nous, d'abord, notre objectif, c'est relancer les ciné-clubs et tous les jeunes, le jeune public, ramener le jeune public vers la cinémathèque, ramener les anciens en projetant des vieux films. Quand tu projettes le film Haram de Fatin Hamama en noir et blanc qui date des années 53, les gens étaient éblouis. Hein, j'avais 30 personnes. Très rapidement, Télina. Très rapidement, oui, projeter, je pense que ce n'est pas suffisant. Il faut une promotion. C'est quoi promotion, c'est le fait. Voilà. D'abord, parce que on a. Projeter, oui, c'est bien, ok. Bah oui. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Eh ben, comment on va faire la promotion? La promotion, on fait avec les nouvelles technologies. Mbaba, quand tu es un ingé la cinémathèque, mais des sites internet. Mais des passe Facebook, tu as les salles. Quand je suis venu, la première opération que j'ai faite, j'ai lancé une page Facebook du Centre algérien de la cinématographie en postant tous les événements qu'on organise, les vieilles photos avec Boujma, avec l'Akhdar Hamina. Donc, apparemment, il y a eu beaucoup de défaillances, Belmadji. Bien sûr, mais c'est défaillance. Disons, il y a eu un marasme. Il y avait, je crois, nous avons dit qu'il y a eu un marasme. Foussha Rokoud. Rokoud, c'est ça. Salim, Abdatif, je vous remercie. باختصار شديد parce que le temps n'est pas passé. تفضل. صح. درك باش ما نعاودش نرجع لا كيسيون دي ديك اللي قالها حسن كيفاش رايح توفق بين مهنتك كمدير للسينماتيك و كصحفي عندك مانيش صحفي الان باش نتفاهموا واش لكن عنده موقع سينمائي لا لا موقع مانيش حكمو دوك حطيت ريداكتور اون شيف مي جانترفيان تو سكي سينما جيكري با دون لو ريست دي دومين داكور ما راحش القضيه تاع البسودو نعم يوم بعد سودو مي نكتب غير بالسينما نقدر نكتب غير في السينما سي تو مي با سا كوريكسيون با كريان كونفلي دانتيري علاش كي نكتب في السينما سي مون رول ديكري في السينما واش بيك لكن على كونفلي دانتيري لكن راك رايح نو كاين جرين كان مينيس كان يكتب امين زاوي كان مي نو سي فو علاش سي فو علاش نفتحوا نقاش تاع مقبل تفضل حسن لا لا سي اون كرافير ايتيك نو شوي ديزولي سا سي با ايكوتي ايكوتي سي با ان غاف دي اوديتيك كوت اون ايكري سور لو سينما كون ايكري سور لو سينما كوت اسمح لي اسمح لي اون بي با ايتر جوجي بارتي سي تو مي مي كوت اون ايكري سور لو سينما اون في لا بروموسيون شوف شوف نو 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 شوف لي الاخرين شوف حسن 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 اسمح لي اسمح لي تفضل حسن اسمح لي انا جو سوي لا بور فير لا بروموسيون دو سينما الجزائريان داكور اسمح لي ونزيد نعطي لك نزيد لك اون فا كريي ان سيت انترنيت بور لا سينيماتيك جو في اكريغ سور لو سيت افيك مون نو دو ديريكتور يا جماعه ما راهوش حوار ثنائي يا جماعه ما راهوش حوار واحد يكتب واحد يكتب السينما حرام اسمح لي سالم في ليدنتي وين راه يا جماعه يا عبد اللطيف وحسن من فضلكم لا من فضلكم تبع السينما دقيقه سالم على واش نكتب ما تقلقش سالم على واش نكتب فهمني على واش نكتب سالم على واش نكتب على الجزائريه وان انا نكتب على السينما ما تنحيليش سلم لا والله غير صح والله غير صح جماعه راح نختموا الحوار مي جوست ما نقدروش ندير حوارات ثنائيه بهذه الطريقه والله أنا صراحه نسمعوا الضيف تاعنا راه ضيف معنا ما نقدروش ولا شيء اخر بوتيتر شوف سمح لي بوتيتر حسن جو في ات ميزوري جاتاك با لي بيرسون جو كريتيك با مي جو فري لا بروموسيون دو سينما الجيريان جو فري لا بروموسيون دو سينما انترناسيونال دي فيلم كي ديفوند لو سينما لي 7ايام مار دون لو موند باردون جوست تفضل سالم ne pas écrire sur le cinéma comme tu dis acte qu'on lui met un cinéma c'est une forme de censure aussi là là même si on écrit sur le cinéma c'est une forme de censure aussi c'est une forme de censure écoute tu as écouté tu as dit c'est Salim Al-Gar non mais il faut qu'on reste ici
السينما عندك الحق تقول لي ما تكتبش على الناس ما تطيحش على واحد شويه توتا في داكور افيك مي نكتب على السينما سي تو مديني كري با سور لو سينما سا فودير سي سا فودير سي سور دو سونسور هذا ما خلاص والله ما رانا في القهوه تاع سي بي باش نديروا نقاشات هكذا رانا نتما لازم نسمعوا نردوا اليوم سينما كاع على بالي جو كومبرون فوز دي كوليك اون دي كوليك نحترموا بعضنا ونقاشات داكو تشوفوا فيه نقاشات توجو كان جورناليست دونك انا ناسي بليك سليم راه قال هو جورناليست فوالا تري بيان تري بيان با تحيه سليم قال اي اوسي تحيه للتنهنان حسن وعبد الله لطيف اونكور اون فوا واش كاين ثاني Pourquoi vous portez une chemise bleue Pourquoi c'est pas bien Hein C'est pas bien Ah bah je voulais juste savoir. Elle est belle, hein Pourquoi non, mais elle est belle ou pas hein Elle est belle ou pas Ah non, là, 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 là. Ah non, on pense que c'est bon, c'est déjà, Samia est collé, à droite, l'arbia. ديجا دوك تولي تكتب لكم في الفيسبوك قميص ازرق قميص ازرق قولي له قميص ازرق ماشي شوميز بلو قميص ازرق فوالا جو فولي جوست سافوار فوالا تري بيان ابارمون سي تري امبورطون كي علاه تو بورتي اون روب تو تو سوفيان لا روب جون كو تو بورتي اون فوا وي سي بون سي بون سي بون والله غير سي تري باسيونون ديجا دانيمي مازال حال سي اوسي تري باسيونون ومفيد جدا اني نكون مع صحفيين اللي عندهم هذاك الحماس في طرح الاسئله سليم اعطيك الصحه بارك الله فيك شكرا جزيلا لك تشرفنا بحضورك كمل القعد معنا باسكو عندنا ضيفه اللي نسيناها شويه ريما دخيل ايموريست جاتنا مرقله ما رايش خايفه ما تخافيش ريما ديجا دوك نجي انا نجيبك تفضل سالي هاكر دوك انا نجيبك بون تفضلي ريما تفضلي ريما شوف والله غير كشي ما تقولوا حاجة عيانة لريما هاي خايفة نخرج هاي خايفة مسكينة نخرج سليم يقدر لكم جورناليست يعرفوا كلش ريما ما تخافيش راني خوك راني هنا مرحبا بك ريما ديني لدارنا ما غرح لدارنا انا والي جميلة دابيتود ماشي هكذا ما فهمتش اليوم واش صرا ما باش بالك لي في تاع مسيو رشيد نكاز اللي راه هنا توجور لي ان شاء الله ديال السينما في ورقله ان شاء الله بيان سور عندنا ورقله عندنا في عندنا في بشار الحمد لله دونك معنا ريما دخيل اللي جاتنا من ورقله ريما دخيل اللي دارت ان ترافاي في رمضان اللي فات اللي كان اسمه شفته اسمه طريق اللي جاز في الجزائر يوان نشوفوا بكلاسيكونس اللي جازت فيها ريم دخيل ونعاودوا نرجعوا شوف ذيك الرحمة شوف هذا وين حسيت روحي مزوج مع زينب مش مع الفاميليا نتاعها والله ما تحشم علاه كانوا جاتين يجوا معانا على الاقل يضربوا دارو لا ياكلوا لا كريم ديما واقفين فيه على حسوة تاع السيرو راح دير لي الشرع وزيدي انت اللي قلتي لي حاجه عندنا هضره مهمه ياه ضربت حصلها فيا انا قلت لك شفنا كيف نهربوا باش نهربوا من الدنيا كاع يا ويا فطنوا ساعه والله زوج والله ما يعرفوا رواحهم مره صح ماكش تكذب هذا شفتي لي راجل قانوني يكذب اي المهم المهم شنو الهضره المهمه اللي تحس تقوليها لي انا خممت ياك كي جيبوا دراري شو سموه يا بسمى استنيتي كاع ندير في الحسابات باش تقولي ذا الحديث انت والو الاسم مهم في وقتنا هذا حبك بلي قادر يدير عقد الطفل انا واسمي قدور ما عندي حتى عقد ريما دخيل الببليك تضحك الببليك تشفك في شهر رمضان وحبك بزاف على بالي كاين حياه قبل رمضان 2018 وحياه بعد رمضان 2018 لانه الناس ولات تعرفك دو بلوس اون بلوس برا سي تري غار دو فوار اي مالوريزمون دو فوار دي ضربه العربيه اش دخلك اخويا ضربه العربيه اش دخلك نهضر كيما حبيت سي فري بلوس مع ريما ريما الناس شافت ربما اليوم في الجزائر نعرفوا المدرسه تاع الشرق في الكوميديا نعرفوا المدرسه تاع الوسط نعرفوا المدرسه تاع الغرب مالوريزمون قليل وين نشوفوا كوميديين من الجنوب الجزائري انت هذه التجربه هذه واش خلاتك تعرفي ولا تكتشفي وتشوفي بان الناس اكتشفوا اكسون جديد في الكوميديا في الجزائر بعدما ذكرت المدارس انا نذكر المدرسه تاع مزاحم يحيى لانه هو لي الفضل انه شغل اعطاني الفرصه بهن بان شغل راك عارف فرحه كاستينغ الاول بعد تجوز كنت ندخل بكري راتراباج دوك ما وليتش ندخل راتراباج صافا ايه فيه السؤال يعني السؤال هو لا
سؤال اني قلت لك يعني كيفاش انت استقبلتي الببليك بعد رمضان 2018 وكيفاش شفتي بانه اليوم الجزائري ما تعطش باش انه يكتشف انواع اخرى تاع كوميديا من غير الشيء اللي شفناه من قبل خلال الخمسين سنه وستين سنه تاع بالعكس كانت حاجه مليحه شغل التعليقات كانت ايجابيه بالنسبه للهجه جاتهم جديده لقيت باللي صح ناس شغل حابين هذيك اللهجه تاع ولاد نايل شغل ما عادوا حابين شغل يعرفوا التقاليد تاعهم الزي تاعهم شغل يبعثوا لي من داك واحد لي ميساج شغل تفرح شغل تاع كيفاش المعيشه تما وشوما تقاليدكم شغل حابين يتعرفوا شغل لهجه برك قادره تجيب ديك الحوايج واحد اخرى وريما شوفي بالك ابارتير دو من وقت عثمان عليوات ربي يطول في عمره وين الناس اكتشفوا شويه لاكسون ما نقولوش تاع الجنوب مي اللي قريب شويه من الجنوب مسيله جلفه مسيله الجلفه ما تشوفيش انت لا ريفيرونس تاعك اليوم هي راهي في عثمان عليوات في الناس اللي يشبهوا له شويه في ستيل ثاني مو حاجه كبيره عثمان عليوات بصح نقدر نقول بلي حبيت هذاك الطريق على بها خيرت اني نمشي فيه جيد وكي توجدي حاجه لرمضان جاي ان شاء الله ان شاء الله وماك نعرفوا عبد اللطيف واش راكي لاباس الحمد لله صحتك العافيه الحمد لله العافيه انا هنا ما تخافيش لا ما تخافيش اشتري فيك يعطيك العافيه نو عجبتني حاجه في لو ستيل تاعها هي من ورقله ورقله ما يهضروش بهذه اللكنه اها اللكنه هذه ماهيش تاع ورقله بصح هضرتي براسك بالنيليه يعني لو بارفي يعني دربتي عليها ولا شدرتي؟ لا عندي جنسيه مزدوجه يعني باسكو صب فريمون كنتي تميتريزي لا دوكا نقدر نقول بلي انا بنت ورقله بصح وشنو قريت في الغواط كان عندي واحد ست سنين ولا جوزها في الغواط هذيك اللي تدي اللهجه شغل بالسيف عليك تدي اللهجه وانا عجبتني اللهجه شغل كيفاش ما نديهاش اسكو الطريق انا كنا نشوفوه في الجزائريه هو صغير يعني في واحد 6 دقائق ولا 7 دقائق برسي اون كابسول من بعد باغي نعرف برك انا بالنسبه لي شفتك اول مره في هذا العمل من بعد شفتها في الطريق يعني شفتها في الطريق فوالا من بعد كيفاش عشتي هذاك اسكو عشتي شهره حسيتي باللي رجعتي مشهوره ولا لا بعد الجامعه ما نحكي لكش خلصوا عليا الملفاي خلصوا عليا القهوة كانوا ما يقولوليش صباح الخير ولي بروف كيفاش؟ لا كانوا حياديين هكذا للأسف كانوا حياديين للأسف المستوى التعليمي تاعك وين؟ قلت له بلي محبزه في السيزيوم ولا نقدر نكذب لا لا كذبي كذبي عليه باسكو انا دوك لازم نحي الفيستا باش نحل عليك لا قريت في الجامعه اي جاي اي جايه اي جايه والله غير نحي الفيستا ونتشمر على يدي باسكو انا حاب ندير هضرنا كاع على الغواض ورقلا سخونت من درك مازال اوت مازال قاصد قلت لك راح 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 راني نسمع فيك عاد نسيتني السؤال المستوى برك المستوى تعليم الله يبارك فيك انا كنت نهرب ما نجاوبش عاود رجع له قلت ينسى ممكن قريت لغه انجليزيه في الجامعه تاع ماثليجي في الغواط الله يبارك كملت لا ليسونس نقول لك في اليونيفرسيتي خلصوا لي كلش الا لا بالك بالك راحت بالك راحت اودولا بالك يديرها دكتوراه بالك مازال في الماستر اي معليش تقرا في الماستر بالك ربما الماستر ربما مازال في الماستر لا نيونس عبد اللطيف لا نيونس لو ليان هل كاين عمل ممثل اخر يعني قبل ولا لا 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 هذه المره يعني واش راحين نشوفوا في رمضان ما نقدرش نعلن على حاجه ما عنديش الحق نعلن عليها فوالا سي بون خلاص سؤالك تنين على واش رايك يا ريما بخير واش رايك يا حبيبه كما تقول انت ويلي عليك دونك ريما جي با بوزوان نلبس الفيستا معليش سي بون انت معك عاودنا رجعنا للدايره عيش حياتك في تاع في عيش حياتك خليني نعيش حياتي دونك خفت على ريما باسكو خوفتوني اليوم ريما كي اوسي نوت كوليغ يفو الدير ريما تخدم معنا في اذاعه جو راديو دونك من لا كوميدي اللي دخلتي ليها هكا جو بونس كو سيتي كوم بار هازار ودخلتي ليها من باب كبير باسكو سيتي كون ميم ان بروغرام كي تي ديفوزي سور اون شان وشافوه بزاف الناس في رمضان ريزون دو بلوس دونك اليوم راكي تخوضي تجربه اذاعيه تجربه شديده وشنو هي الحاجه بالك اللي راهي مخوفاتك في هذا لو ميليو اللي دخلتي ليه هكذا ضربه واحده انا بالنسبه لي كانت البدايه نكذب عليك نقول لك كانت صعيبه لانه شغل اول مره ندير كاستينغ وشغل قبلوني لهذاك الدور ومن بعدها عاود ثاني جاني دور واحد اخر اللي كان في تاع مشروع فاشل مع كمال عبدات وكمال بوعكاز ايه كمال عبدات توحشنا كمال الله على بالك خاصه
يا كمال خويا قولي الكمالي عبالك كل ما نقول له كمال جيت تخدم هذه السمانه هذه يقول لك نو عندي برودكسيون راني في فرنسا راني رحت دونك كمال هايري ما تقول لك قولي له الرحمه على ولدك رواح خيتك رواح البدايه قلت لك ما كانتش صعيبه بفضل طبعا شركه الانتاج تاع ميسان برودكشن اللي شغل فريق العمل هذاك اتاح لي هذه الفرصه. الحاجه اللي مخوفتني انه بديت مجال ما كنتش نحسب اللي نقدر شغل نمشي فيه يتخوفك الاستمراريه شغل هكي بديتي اسكو تكملي ولا لا وانت اسكو تكملي ولا لا ان شاء الله اكي حابه يعني تكملي عشان فاهي ناوي كاينه حاجه واحده اخرى جوغ خيرتي بالك واحد واحد لو كوتي شويه واعر جو خيرتي كوتي شويه ديليكا نقدر نقولوا ديليكا كنتي قادره تكوني في الدراما تكوني اليز ايتو مي ابري في لا كوميدي انت طفله متحجبه لا كوميدي هاد لو ميلونج هدايا وعندك تاني ان اكسون مانيفيك جادور هاد الميلونج كامل كيما يقدر يكون اون فورس اكستراوردينير سي ميلونج ديتونون فوالا كيما يقدر يكون ان ميلونج اكستراوردينير باش يبروبولسيك الفوق كيما يقدر يكون ان ميلونج لي راح يقدر يعقد وراح يقدر يدير لك دي باتون دون لي رو. كيفاش راكي شايفه لا سويت انت ريما اليوم؟ شوف كاينه حاجه اللي ذكرتيها على تاع الدراما ولا اللي نقول لك بلي ما نقدرش نفوت في الدراما نقول لك علاش انا في الوفاه تاع جداتي الناس تبكي الله يرحمها بون بكيت لازم تقرب لي نتخبي تحت البوطاجي ناكل في البيض ورا الدراما في الموضوع يعني ما عنديش علاقه بالتراجيديا دونك الدراما مستحيل تلعبي دراما امبوسيبل بصح ما جاوبتينيش قلت لك مراه جزائريه متحجبه وعندها لهجه بو كومون يعني ما نسمعوهاش بزاف باسكو وي في التلفزيون ما نسمعوهاش بزاف كيفاش راكي شايفه لا سويت اليوم اسكو في رايك هاد العفايس حي يكونوا قوه ليك ولا في رايك بلي هاد العفايس سي كاين عفايس اللي حيبلوكيوك من هاد الاشياء كاين الاشياء اللي حيتبلوكيك في المسيره تاعك انا بالنسبه لي كاين جزء من الايجابيه في الموضوع انه الشعب الجزائري يحب التجديد دليل انه كي شاف لهجه جديده ولا شغل تبناها ماشي قال لا لهجه غريبه عليا ما نحوسش تبناش غير لهجه تاعي شعب الجزائري راهي كملي بالنسبه لموضوع الحجاب ولا ما شكيتش انه عاد دوكا عنده اشكاليه كبيره في في القنوات سواء الخاصه ولا بصح مين داك يكونوا ادوار انت حابه انك تمثليهم بصح يكون حاجز انك تمثليهم صح. وبالنسبه للكوميديا وانك مراه وبارفوا اون بو باغير دو تو وكي يقول حاجه هو عبد اللطيف يقول حاجه ولا انت تقولي حاجه ما جوست لا ميم مانيير هذيك الحاجز احنا مازال عندنا شغل يدير لك كالطابوهات بالنسبه للمراه ما عندكش الحق تحكي في اي حاجه حابتها والكوميديا الحاجه الصعيبه انك يا تكوني كوميديه يا تكوني جايه شنو هي قبل ما نجي لك حسن ريما وشنو هي اكبر هاجس ليك في الكوميديا ربما اكبر هاجس للكوميديا انه بايزوم يدير اون فان ولا يدير حكايه ولا يدير ان سكتش اللي ما يضحكش اسكو انت بديتي تحسي شويه هذا الضغط ككوميديان اللي بديتي في المجال نهاري تقول كاش فان ولا تستناهم يضحكون بعد ما يضحكوش تتكوف روحك شغل انا ما كنتش كاع قصدتها فان انتما قلتوا كيما كنت نحكي برك صح راك نطلع لي المورال لا لا صافا من داك انا خاطيني لي فان من داك ريما تقول لي فان سي تري بيان بيان سور نتحمل مسؤولياتي انا مانيش انا باش ندير لي فان مي من داك ريما تقول لي نتعلم منك صافا دونك حسن سي فري ريما معناها صافا راني راحه نخسر من الطريق قلت روحي الطريق خطا وي يا حسن صافي فيك لك الخير ويلي عليك Moi, j'ai pas vu le trig. Oui. Je la découvre pour la première fois. Ktechev la Ameltag. Non, mais tu brises les télé. Ou la première fois, Ktechev. Enfin, Ktechev non. Obama, elle révèle quelque chose. Ktechev à la haja. C'est très important parce que à partir de les hauts plateaux. ولا قبل لي او بلاطو مديه وروح الجزائريين اللي ساكنين في الجنوب مهمشين سياسيا مقصيين ومهمشين اجتماعيا مهمشين اقتصاديا منسيين ثقافيا كي نهضروا على السكان تاع الجنوب يقولوا لها الناس كراما انتم ريحوا غير كراما Justement, mais c'est ça ce qu'on dit de la perception, la perception qu'on a du Sud. C'est-à-dire, mais tu as la CSA, la Thakafa, la C'est de notre faute à tous. La presse, le pouvoir politique, tous.
on voit pas le sud. C'est pour ça. C'est pour ça. C'est pour ça. C'est pour ça. هنا جيزه بين الاسئله اللي طرحتها سانسيرمون الاسئله اللي طرحتها بطريقه سون زاريير بونسيب انه اللكنه تاعك ما نعرفوهاش اللهجه تاعك كيفاش ما نعرفوهاش سي با بونسيبل لازم نعرفوها علاش باسكو ما نروحوش الورقله ما نروحوش لاغواط ما نروحوش جو بار با دو 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 توا ولا عبد اللطيف دو مانيير جينيرال احنا نعيشوا الجزائر في الشمال تو دوا فينير دو نور الور الور اون ا دو جيني dans tous les domaines في le sud. جيد. وصلت الفكرة حسن لكن سؤال لريما إذا عندك سؤال بيان سور. Moi je voudrais qu'elle ne quitte pas le sud تبقى اسكو تروحي للغواط ولا الجلفة ولا الورقلة وتلعبي تم. جيد. جيد هذا طلب وما باليش الضيوف تاعنا راشد نكاز نعم راشد نكاز وسليم اغار واش رايكم في البروفيل تاع ريما هو يتفضل سليم. انا باك نتبع لي سيري سي اون سيري كي ايتي برودويت par Yahya Mouzahem ou s'il y a dans la série Hadi Tariq il dit fiha كاع lehjat ou كاع disons les communautés تاع الجزائر c'est-à-dire القبائلي صحاب السود صحاب الاست الويست donc je pense que c'est le patchwork ou la mosaïque تاع الجزائر وهذا شيء مهم جدا tout ça dans une voiture c'est ça le plus important je pense que l'idée elle est ingénieuse ou qu'un ce genre de sitcom, parce que c'est un sitcom, oui. short programme de 7 minutes, je crois, qui reflète un petit peu la société algérienne. Rachid Nikaz Je pense que les gens dans le Sahara, je pense que les gens qui sont dans la salle de cinéma, c'est Bouchard. Ils sont dans مرصة مكان والو، عين صلاح مكان والو، تيدوف مكان والو، يعني وين رانا عايشين؟ يا دي تالون يا دي جيني لاباغ الحمد لله ما شاء الله لابخوف بزاف مواهب ولو كان ما جاتش بالورقلة اللغوات واللغوات الجزائر ما يصرى لك حتى حاجة كان ولا ما كانش يعني ما كانش لي بوسيبيليتي يعني باش تقدري يعني تبين روحك عندي سؤال إذا سمحت لي تفضل معنا ريما مثلا اسكو قادر دعم ريما مثلا باش دير إنتاج فني معين؟ أنا نقدر ندعم أي واحد في الجزائر لا ريما بالخصوص علاش لا بيان سور افيك غون بليزير علاش لا افيك غون بليزير مشيت ريما خلاص مشيت سي يونس استقالتي من اي حاجه راني نخدم فيها سي يونس على بالك بلي انا طردوني من العين صالح قبل ما درت القرار بعد نمشي على الاقدام تيجوزوا حتى العين صالح يعني باين تبين لهم بلي انا راني في الوسط البلاد وندعم اي واحد في البلاد يبغي يخرج الجزائر جيد يعطيك الصحه كيما ريما الله يسلمك ريما بون سمع السؤال تاعتيني هنا اخر سؤال فعلا اخر سؤال تفضلي باختصار رايك ليك ريما سلونسي بلوتو دون لو ستاند اب وي حاجه اللي ما اللي نشوفوها غير يعني غير الرجال ميم في لو موند انتي سي تري غار كي نشوفو دي فام ستاند اب بوز جو سي با سي اون دي سا ما راكيش خايفه جوغ نوال المداني J'ai dit très rare. J'ai pas dit makash ga. J'ai dit très rare. في الجزائر سورتو. اليوم في الجزائر makash. نوال مدني نشوفوها 4000 دينار كل فوا فوا. تنين السؤال. السؤال. حنبكي. السؤال. يلا. اسكو ما راكيش خايفة راكي حابة تصدمي ديريكتومون ستاند اب. فوالا. ما خاطش إذا شغل قعدت خايفة ما حدش تكون كاينة بداية لازم تصدمي وبعدها صلحت صحة ما صلحتش تعاودي. سماطة. صحة وين راح ديري الستاند اب وي حسن؟ les femmes sont plus courageuses que les hommes. Oui, oui, Hadi, Hadi, Hadi Kain, Hadi Mafia Chek. Où est-ce qu'on va les dates Oui, Hadi. Maman, au public, il fait un marron, on fait Hadi, parce qu'on a un hack. En plus, elle est. Rima سمحوا لي يا شباب بزاف 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 غادي نحتاج لها ديجا تحيه وما تقولوش راهو يشيت ولا فريمون راكم تشوفوا واش حاب نقول لك ميزافار انت جيتي لي وي استنى كلمة شابة دي بوي راه يتفرج راه يقصد الجمال خلقي وليس الخلقي فوالا فوالا اعتذاراتنا للوالد تاعها لا بالعكس نوجه له تحية نوجه له تحية شجعني بزاف هذا المجال اها ومشجعك العائلة جوستومون كنت جايك لسؤال حول العائلة كيفاش راهم مستقبلين ظهورك في التلفزيون وراكي ناجحة ما شاء الله فاسكو شجعوك اسكو امنوا فيك امنوا في القدرة تاعك بالعكس هذيك البداية كانت معاهم هما شغل إذا ما عطاوكش هما هذيك الدفعة ما تقدرش تبدا شغل انطلاقتكم المجتمع كيفاش يقيدك وكذا اذا هذيك العائله ما قواتكش ما تقدرش تكمل وانا الوالد شغل عنده اهتمامات بزاف كيما هذه شغل خدمته خاطي واهتماماته خاطي شغل كي وليت ندير هاد الصوالح شغل يشوف باللي جزء منه يحقق واش كان هو حاب يحقق ونحس انا من الامور تاعك باللي تستلهمي الامور تاعك بزاف
من العائله تاعك ومن الامور البسيطه هذوك في العائله تاع كل يوم كي تشوفي الوالد يدير حاجه لما تشوفي الوالده دير شويه طبايع. وي بالنسبه لي الفكاهه تكمن في التفاصيل. اه ايه ومن ذاك تكون حاجه انت تشوفها تراجيديه بصح تقدر تخرج منها حاجه تضحك. وقولي لي كي تتلاقي انت مع ناس برا اللي يعرفوك اسكو مثلا تلاقي مع ناس سي ان بو لو بروبليم والمشكل تاع قال الفنانين الكوميديين يتلاقى به يقولوا ضحكني اسكو تلاقي معاه يقول لك ضحكني اسكو تصرى لك صرات لي اه يقول لك ضحكينا وي شغل قفله والمشكله انت ما تكونش شاتي تضحك صح تضحك علاه مش شاتي تضحك لاخاطش ماكش خالص عليها لا لا غالي شغل رشيد نسي رشيد الكاس قال لك باللي يقدر يعيش 20 سنه شغل بلا ما يخدم انا 20 يوم نبدا نطلب دونك لازم تخدم وي اكزاكتومون وي ابخي مع ريما مع باليش انا جو بونس كو لا كارير تاعك راهي في البدايه تاعها وراح تخدمي دو بلوز اون بلوز اسكو راح تقبلي غدوه ان شاء الله باش تخدمي عمل سينمائي من غير العمل التلفزيوني اللي انا نشوفك فيه ان شاء الله انسان كي تبني شغل الموهبه تاعك احسن انت ما تقدر دير مادام ماهيش مبنيه على اساس صحيح ما تقدرش تدخل في حاجه تفشل فيها دونك السينما عادي انك راح مازالني في هذيك في البدايه تاع اللي نقول لك داعي الخبز للخباز شغل كي نتعلم مليح في هذا المجال انت ما نقدر ننطلق صار بريمير فون اللي نسمع عن جون ونسمع واحد اللي بدا باسكو جينيرالمون كي نحكم الناس يقول لك وي نقدر ندير مي لا بريمير فون اللي نسمع وحده تقول لي بلي قادر نخدم دوكا حاب نتعلم حابه نتعلم ويجي وقت السينما مثلا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نتمنى لك كل خير l'encadrement parce que راهي في البدايه تاعها donc je pense que c'est très très important d'être très très bien entouré c'est pas une question c'est juste tu as l'air c'est très très important d'être bien entouré donc c'est le conseil que je donne à Arima il faut qu'elle soit très très bien entourée جيد اخر سؤال اخر سؤال اخر سؤال تاعي خلاص ما والو صح معليش نقدر اضافه برك وي بيان سور انت ديري واش مادام طلبتي هذيك ثاني 10000 من خويتك راه الفليكس راح كاينه حاجه وقتاش تجيب لنا في مازال حل فيالا انت اطلب لا انت تامر شغل لا 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 خلاص هي ما لا هذه ما نخلي لكم سوربريز ان شاء الله وين ريما حين تشوفوها في عمل شويه سبيسيال اللي ماشي مولفين شي مولفين تشوفوه دونك ريما Encore une fois, عطيك صحة. ميرسي. مرحبا بك، توجور في مازال الحال. يعطيك صحة. بون كوراج في جو راديو، بون كوراج في الأعمال التلفزيونية اللي راهي جاية إن شاء الله. نعم. بون كوراج أتوا أوسي. في مازال الحال وي باسكو اليوم اليوم عبد اللطيف حسن وتنهينا، إن شاء الله بريمير فوا اللي ما غدتلهمش. يعطيك صحة سليم أكار اللي كنت معنا، تحية سليم أكار اللي كان معنا مدير متحف السينما الجزائريه كان معنا سي رشيد نكاز مرحبا بك اونكور اون فوا يعطيك الصحه وشكرا وشكرا اللي قطعتوا لي بقطعه اعلاميه ويعطيكم الصحه لا مرحبا بك ريما نخلي لك كلمه اخيره لو سمحتي الكلمه اللي شتي نقولها لك بزاف ويلي عليك اي ما اي ما اي ما ويلي عليا يعطيك الصحه ريما بارك الله فيك شكرا على حضورك بالتوفيق في كل شيء راكي ديريه دوما كنت تسمعوا فينا اقعدوا في برامج الجزائر ايوان شكرا لعبد اللطيف القايم شكرا لتينا كرشوش وشكرا الف شكر لحسن والي اللي كان معنا دونك يعطيك الصحه اونكور اون فوا وان شاء الله تجور تشرفنا بحضور تاعك في الجزائر جاي بالك ان شاء الله ان شاء الله ولاش ان شاء الله كل يوم يعطيكم صحة شكرا لسامية بالقادة شكرا لامين سعادة كل طاقم تقني وطاقم تحليل اللي كنتم معنا في مازال الحال نتلاقاو بكم الاسبوع الجاي ان شاء الله في مازال الحال من هذاك الوقت تهلاو في روحتكم يعطيك صحة السلام عليكم ازول فلاون شفتوا بعينيكم ما شاء الله ليميسيون مازال الحال مازال الحال الخير شفتوا لي كرونيكور مستوى نيفو لي انفيتي ريما سي سليم Vraiment, l'ambiance chabba. Ou fait ajbatli parce que sans pitié. Ah, sans pitié. Hadil hajem liha. Nan hussou bli kaina démocratie fil jazir. Ou l'habdoulilah, habbisna boukata'a i'lamia. Ou yatayoum saha. Ou barakallahu fikoum. C'est la première fois que je participe à une émission. Li kunt fiha chroniqueur ou lit invité. C'est une sensation bizarre. D'être devant la caméra, face à la caméra, alors que parfois j'étais derrière la caméra. Mais ce qui m'a un peu touché, c'est un petit peu ces accrochages avec mes collègues chroniqueurs qui n'ont pas
lésiner sur certains mots pour essayer de critiquer ce que j'ai fait et tout ça. Mais bon, je pense que j'ai tenu tête comme d'habitude et je suis toujours là pour défendre le cinéma et défendre Mazel Hal. تجربة مليحة. أول ظهور لي طبعاً في حصة وكان في مازال الحال اللي أنا أعتبرها شغل حصة ناجحة بزاف. كان شرف لي ولي نشكرك بزاف على هذا.